بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير. النهاردة هنستكمل احتفالاتنا. النهاردة هيكون ضيوفنا اثنين من أبطال كرة اليد بالنادي الأهلي، الأبطال اللي حققوا الرباعية التاريخية هذا الموسم وقدروا أن هم يوصلوا لكأس العالم للأندية كوماندوز كرة اليد. كابتن سيف هاني فوكس لاعب النادي الأهلي لكرة اليد، والكابتن محمد إبراهيم حارس مرمى النادي الأهلي لكرة اليد. الحقيقة الاثنين اللعيبة دول كان لهم دور كبير جدا جدا بجانب زملائهم نحن كنادي أهلي نستطيع أن نفوز بأربع بطولات في هذا الموسم، وبالتالي الحقيقة كل جمهور النادي الأهلي عايز يحتفل ويحتفي بهؤلاء اللاعبين المحترمين بالنيابة عن كل زملائهم اللي هيكونوا موجودين أيضا معانا على التليفون على قد ما هنقدر يعني. لكن هؤلاء اللاعبين وهذا الفريق يستحق كل التحية وكل التقدير خلال الفترة السابقة، إن شاء الله إن شاء الله هيوعدونا وإحنا مع حضراتكم على الهواء بعد قليل إن شاء الله إن هم يكسبوا الرباعية ويكسبوا لنا ميدالية إن شاء الله في كأس العالم للأندية. أما الجزء الثاني من هذه الحلقة، الأستاذ عصام شلتوت والأستاذ محمد أبو علي، وحديث مهم جدا عن الأحداث في الساحة الرياضية. هنبدأ كلامنا النهاردة مع فريق النادي الأهلي ونستعرض مع حضراتكم بعض الأخبار الهامة التي تخص الفريق اللي بيواصل تدريباته استعدادا لمباراة فاركو المقرر لها يوم الجمعة المقبل. كولر النهاردة عقد محاضرة بالفيديو للاعبين قبل انطلاق المران. زي ما قلت لحضراتكم في مثل هذا التوقيت هتقول لي يا عم اسلام ده لا، اللعيبه لسه راجعه من سفريه طويله جدا، اللعيبه الدوليين لسه راجعه من سفريه طويله جدا، لسه كانوا بعيد عن الفريق بقالهم حوالي 15 يوم اسبوعين، وبالتالي لما يرجعوا اكتر مفيش وقت. النهارده راجعين، بكره الخميس تمرينه خفيفه، بعده ان شاء الله يبدا النادي الأهلي مبارياته، أولى مبارياته مباراة مؤجلة من الأسبوع 11 مع نادي فاركو. زي ما قلت لحضراتكم في مثل هذا التوقيت أنا كمدير فني بعمل إيه؟ بشتغل أكتر على الفيديو النظري، وبشتغل على الحاجات اللي حضراتكم شايفينها، الحاجات اللي هي بتفوق العضلة، بتسخن العضلة، بتخلي العضلة تبقى موجودة معاك. لأنه في مثل هذا التوقيت أنا بشوف إنه هؤلاء اللاعبين الدوليين خصوصا عليهم جهد كبير جدا 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 خلال الفترة القادمة، لأنه زي ما قلت لحضراتكم عندنا 9 مباريات في أقل من شهر، وبالتالي الحاجات اللي حضراتكم شايفينها دي كلها يجب أن تكون أمور منشطة، تدريبات منشطة يعني أكتر من أي شيء آخر. وعشان كده هؤلاء اللاعبين الفترة اللي جاية دايما انا اقول لحضراتكم ان المسانده والدعم واجبه لهؤلاء اللاعبين خلال المرحله القادمه. النهارده كابتن خالد بيبو ايضا اعلن موعد انتظام اللاعبين الدوليين لتدريبات الفريق والمقرر ليه بكره بعد ما حصلوا على راحه سلبيه لمده 48 ساعه. ده الكلام اللي انا بقوله لحضراتكم انه اللعيبه الدوليه رجعت من سفريه طويله ومن مباراتين في اقل من 10 ايام، فانا هعمل ايه؟ اول حاجه هعملها لهم اديهم يومين اجازه. اديهم يومين اجازه، مش هقدر اعمل اكتر من كده، هيرجعوا بكره ان شاء الله يتمرنوا تمرينه خفيفه، ويوم الجمعه بقى يشوف مين اللي هيبقى موجود منهم ومين اللي مش هيبقى موجود. كابتن خالد بيبو ايضا اشار الدكتور احمد جاب الله طبيب النادي الاهلي كان قد حصل على تقرير طبي وبدني للاعبي النادي الاهلي الدوليين عقب انتهاء معسكر المنتخب الوطني. وذلك في ظل التنسيق القائم ما بين الجهازين الطبي في الأهلي ونظيره في المنتخب من أجل الاطمئنان على حالة اللاعبين البدنية والطبية. أضاف مدير الكرة بالنادي الأهلي أن جميع اللاعبين سوف يخضعون لفحص طبي مع انتظامهم في التدريبات غدا لمزيد من الاطمئنان على حالته. محدش يقلق. أنا ليه كل اللعيبة بتتعرض على الطبيب؟ لأنه في أو الطبيب وايضا البدني، لانه في مثل هذا التوقيت انا محتاج اعرف اللعيبه بتاعتي وصلت لغايه فين، العضله وصلت لغايه فين، اقدر اعمل عليهم حمل ازاي خلال الفتره اللي جايه، مين يقدر يلعب 80 دقيقه ومين يقدر يلعب 60 دقيقه. كل ده هتعرفه بتعرفه من قوه العضله الاسترث اللي هو
طول العضله، الاستريتشنج اللي بيتعمل للعضله، حاجات كتيره جدا بيبقى الدكتور احمد جاب الله وايضا المعد البدني لهم دور كبير جدا جدا في مثل هذه التقييمات. والاجهزه اللي حضراتكم بتشوفوها معظم اللاعبين لابسينهم في التدريبات او في المباريات، الاجهزه دي بتعرفك اللاعب البدني بتاعه محتاج قد ايه، ياخد وقت قد ايه، تزود في انهي منطقه في البدني، حاجات كتيره جدا جدا حضراتكم بتبقوا شايفينها، ولازم يكون ليها شرح وشرح وافي بالنسبه للمدير الفني. المدير الفني بيجي له تقارير، بيجي له ورق قدامه، فلان الفلاني عنده قد كده، محتاج قد كده، يعمل قد كده. المدير الفني بعد ما ياخد التقارير عن اللاعبين بيقرر مين اللي يلعب ومين اللي ما يلعبش، بيقرر ان هو ممكن يدوس على ده شويه او يعمل على ده شويه او يهدي اللعب في ده شويه. هو ده كولر، المدير الفني اللي امام حضرتك هو اللي بيعمل مثل هذه الامور. بيرسيتاو تعرض لاصابه في العضله الخلفيه اثناء مشاركته مع منتخب بلاده ضمن الاجنده الدوليه. اكد على كده دكتور احمد جاب الله طبيب الفريق، قال ان التقرير الطبي اللي تسلمه من منتخب جنوب افريقيا يشير إلى إصابة بيرسيتاو في العضلة الخلفية، وهي إصابة من الدرجة الثانية. إن شاء الله بيرسيتاو يخضع لفحوصات جديدة وأشعة فور عودته إلى القاهرة لتحديد برنامجه العلاجي اللي هيمشي عليه خلال المرحلة القادمة، والاطمئنان على حجم الإصابة اللي إن شاء الله إن شاء الله تكون إصابة مش كبيرة. دايما الشد الخلفية في الدرجة من الدرجة الثانية من اسبوعين لتلاتة، ده اللي انا فاكره يعني، من اسبوعين لتلاتة عشان ما نبقاش في ده انا بقول تخيلي انا، ممكن يكون دكتور احمد جاب الله وانا انتظر الاعلان الرسمي من النادي، ولكن ده اللي انا بتخيله وده اللي انا عارفه. ممكن تكون بقى مع تقدم الطب وتقدم حاجات كتيرة الامور تكون اقل شوية. وسام ابو علي الف سلامة، طبعا تعرض لاصابة بجزع في اربطة الكاحل وذلك أثناء مشاركته مع منتخب فلسطين مؤخرا. وأيضا الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق قال إن وسام بيواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي الذي بدأ تنفيذه أمس على هامش المران الجماعي للفريق. أشار أيضا جاب الله إلى أن وسام بدأ تنفيذ برنامج علاج طبيعي وتأهيل التخلص من الإصابة. ربنا يرجعهم لنا بالسلامة. زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، دايما احنا محتاجين كل اللاعبين خلال المرحله اللي جايه، وقت قصير، مباريات كتيره، فبالتالي محتاج كل اللاعبين. طبيب الفريق دكتور احمد جاب الله ايضا قال ان مصطفى مخلوف تعرض لكسر في عظم الوجه اثناء مشاركته في تدريبات امس وتم نقله لاحد المستشفيات. اوضح ايضا ان مخلوف اجرى العديد من الفحوصات والاشعاعات اللازمه ثم خضع بعدها للملاحظه الطبيه لمده 24 ساعه قبل ان يغادر المستشفى اليوم الاربعاء. اشار طبيب الاهلي الى ان حاله مخلوف باتت مستقره اليوم وسوف يحصل على راحه سلبيه لمده اسبوع ويبدا بعدها عمل فحوصات جديده لتحديد برنامجه العلاجي والتاهيلي. عموما خلونا نطلع نشوف تقرير عن آخر استعدادات النادي الأهلي لهذه المباراة ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة تانية. وصلنا دلوقتي لفقرة حائط صد. عندي رسالة مهمة جدا لأصحاب الترند. هم خلصوا كلام على إمام عاشور وعلى لاعيبة الأهلي ولا لسه؟ هل من الممكن ان انا اسال هذا سؤال؟ ناس كثيره بتقعد تكلمني من اصحاب الترند بالمناسبه، بيقعدوا يكلموني في التليفون، يا كابتن اسلام انت بتسخن يا عم انا ولا بسخن ولا بعمل اي حاجه، انا بقول كل ما يمليه عليا ضميري. يعني ايه؟ يعني انا اول ما اشوف ان في حاجه غلط هطلع اقولها. وانا بكلمك في التليفون مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، ولكن إذا كان الغلط فيا أنا بشكل شخصي ما عنديش مشكلة، ما بتضايقش، أو مش ما بتضايقش، ما بشغلش دماغي، لكن أي حاجة تخص النادي الأهلي لازم أطلع وأرد. وأنا قلت الكلام ده لكل الناس دي مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة، يشوفوني بوس وأحضن ويا عم اهدى علي. أنا مش مسألة اهدى وما اهداش، إذا كان الأمر شخصي ويخص إسلام ممكن أهدى عليه، ولكن إذا كان الأمر يخص النادي الأهلي عمرنا ما هنهدى عليه، لأنه ده نادينا
ودي طريقتنا ان احنا نرد، ولكن نرد باحترام وبأدب. فانتوا الناس دي اللي انا بكلمهم حللوا كل حاجه، اصل فلان عمل كذا على قفشه مثلا، قال لك اصله قفشه واحد منهم، اقسم بالله هذا حصل، التليفون موجود، واحد من هؤلاء يا كابتن اسلام، يا عم اسلام ماليش، قال لي يا عم اسلام، يا عم اسلام انت تعرف، انت شفت قفشه وهو بيلم، والله العظيم ثلاثه قال لي كده، قال لي انت شفت قفشه وهو بيلم هدومه من النادي وخرج وساب النادي وما جاش. فانا قلت له لا انا ما شفتوش الحقيقه. قلت له سالت هذا الشخص الباحث الدائم عن الترند، وقلت له كده في وشه في التليفون مش في وشه، قلت له كده، قلت له انت دايما انت راجل غير امين، لان انت وغير صادق، لان انت كل كلامك مش مظبوط. الراجل وقف اتكلم مع كولر، وانا قلت الكلام ده هنا في قناه الاهلي بالمناسبه، الراجل وقف اتكلم مع كولر، كل واحد من حقه ان هو يتكلم مع المدير الفني. لو المدير الفني شاف ان انا غلطت معاه هو يشوف بقى هيعمل معايا ايه. ولكن ان تنسج قصص من الخيال، قلت له انت هتقعد تالف وتقول كلام ما حصلش، وجبت معايا قفشه على التليفون، انا اول مره اقول هذا الكلام، وجبت معايا قفشه على التليفون وسمعت التاني ان ده ما حصلش، وان الكلام كان كلام يعني كان زعلان من حاجه وقالها للراجل، والراجل تقبلها بطريقته. فانا قلت خلاص انا سمعتك لصاحب هذا الترند، قلت يمكن يتعدل يا اخي ويمكن يطلع صادق او يصدق الكلام اللي حصل فعلا من صاحب الموضوع. استأذنته طبعا الاول قفشه، ف قلت بقى ايه الراجل هيطلع بالليل اذا كان عنده برنامج ولا عنده يوتيوب ولا عنده ولا عنده ولا عنده، قلت هيطلع بالليل يتكلم بما رآه صحيحا بشكل صادق وامين. تصدقوا بالله ما قالش حاجه وما جابش سيرة الموضوع. وبعدها بيومين ثلاثة بعتوا لي فيديو، الإعداد عندنا بعتوا لي فيديو، أنا ما كنتش قلت الكلام ده لأي حد. الإعداد بعتوا لي فيديو قالوا لي إنه فلان الفلاني ده وهو شخص غير صادق قال على إن موضوع قفشة كذا وكذا وكذا، وأنا كنت قلت للإعداد يا جماعة لما حد يجي يتكلم في موضوع قفشة هذا الموضوع غير صحيح، لأنه لم يحدث، هو ممكن جدا يكون في كلام حصل بينه وبين الراجل، ولكن لم هدومه وبتاعه والكلام ده كله ما حصلش. فأنا قلت يمكن أنا غلطان، أنا آسف إن أنا بطول في الحكاية، أنا قلت يمكن أنا غلطان. كلمت معظم مصادري ومصادرنا وأصدقائي من اللعيبة قالوا لي والله العظيم يا كابتن ما حصل هذا الكلام، لم يحدث. كلمت صاحب الترند ده دايما واللي بيحاول يمشي عكس الاتجاه وهو هجاص وغير صادق، اللي عايز تقول قوله، ما عارفين حضراتكم، ما ردش. بعت له قلت له يا اخي خليك امين في الكلام اللي انت بتتكلمه للناس، ما تعملش قصه من لا قصه، قلت له كده، قلت له ما تعملش قصه من لا قصه، قول ان الراجل اتكلم مع كولر، قفشه اتكلم مع كولر والموضوع ممكن يكون على حصل حاجه بتاع، لكن ما تقولش قصة من خيالك ومن خيالك المريض. أنا بقول لحضراتكم الحكاية دي ليه؟ بقول لحضراتكم الحكاية دي ليه؟ عشان تعرفوا إن هؤلاء الأشخاص لا يبحثوا عن الحقيقة. الناس دي والله العظيم ثلاثة لا تبحث إلا عن شيء واحد فقط، آخر الشهر هقبض كام وبقبضه إزاي؟ بقبضه بإن أنا أمشي عكس الاتجاه. كلنا عايزين فلوس وكلنا بنحاول نشوف، او كلنا دايما بنبقى عايزين بنشتغل عشان ناخد مرتبنا ونصرف على بيتنا، ولكن دائما الامانه يجب ان تكون موجوده. اذا كنت انا عارف ان في موضوع حصل في النادي الاهلي مثلا يخص لاعب او حاجه جوه النادي، ممكن ما اطلعش اتكلم عنها، ولكن ما اعملش قصه من خيالي ابدا زي ما دول بيعملوا. السكريبتات بقت محفوظة ومفهومة والناس كلها واخدة بالها من مثل هذه الأمور، خلاص سكريبتات محفوظة ومفهومة.
أنا آسف إن أنا اتكلمت كتير في هذا الأمر، ولكن دي مكالمة كانت ما بيني وما بين واحد من أصحاب الترندات اللي بيمشي دايما عكس الاتجاه. عايز تقول عليه غير صادق قول، عايز تقول عليه هجاص قول، ولكن أنا بالفعل تأكدت وبصمت بالعشرة أن مثل هؤلاء الأشخاص لهم سبب كبير جدا جدا في إثارة فتن، إثارة فتن. عشان كده بقول لحضراتكم السكريبت بقى محفوظ ومفهوم والناس كلها واخده بالها. في من الناس دي بيجري ورا الفلوس بشكل غير صحيح، وفي منهم بيحاول ان يهدم الاهلي ويهدم النادي الاهلي. انا تاكدت والله والله لو كان عندي نسبة قليلة من الشك في هذا الأمر، أنا دلوقتي تأكدت أن هناك من يفعل ذلك. في ناس بتعمل كده بس مش هيعرفوا طبعا. طول ما حضراتكم موجودين، مش أنا، أنا النهاردة موجود بكرة مش موجود، لكن طول ما جمهور النادي الأهلي موجود والله العظيم ثلاثة ما حد منهم هيقدر. ولكن أنا بحكي لكم على موضوع حصل وفي شهود، عشان كده تلاقوا شوية الحملة الممنهجة تكون على كهربا، وشوية الحملة الممنهجة على الشناوي، وشوية على إمام عاشور. اهدوا، استقيموا يرحمكم الله، استقيموا في كلامكم. ده احنا في أيام مفترجة، أسلوبكم وتحليلكم فج وغير صادق. مش عايزين نركز على مثل هؤلاء الأشخاص، عشان صدقوني احنا الفريق محتاج في هذه الفترة حاجة واحدة فقط، وهي التركيز على الفوز في المباريات القادمة. أنا عندي 9 مباريات قادمة عايز أفوز فيهم. اتكلموا أنتوا براحتكم، وإحنا تركيزنا هيبقى منصب على إن إحنا إزاي نكسب إن شاء الله. مش هبص لكم، مش هبص أنتوا بتعملوا إيه. أنا في طريقي كنادي أهلي، وإحنا إن شاء الله ورا لاعبتنا مش هنبص لكم خالص خالص. اعملوا اللي انتوا عايزينه، انا بس هطلع اقول بس الكلمتين اللي انا ممكن اخليها، لان انتوا بتقولوا ان انا ولا بسخن ولا بعمل، انا بقول الحقيقه. والله 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 لو كان الحقيقه في موضوع تحديدا قفشه بقى وكولر غير كده، انا ما كنت طلعت وقلتها حتى، او ما كنتش اتكلمت عنها يعني. لانه لا احد يقعد في هذا المكان إلا ومن المفترض أن هو يقول الحقيقة. لعيبة الأهلي بسم الله ما شاء الله إن شاء الله دايما عارفة طريقها، وعارفة أين منصات التتويج اللي بتسعى لها من خلال الفوز في كل البطولات. أنا مش بفكر تحت رجلي ده لعيبة نادي الأهلي، ولا بدور على بطولة محلية فقط، ولكن تفكيرنا دايما وأحلامنا بتتخطى البطولة القارية كمان، وعايزين ميداليات. خدنا البرونزية من 2005 2006 بناخد برونزيه، لغايه دلوقتي عايزين بقى ذهبيه او فضيه. كل الارقام القياسيه الحمد لله الحمد لله. انا ممكن لعيبه النادي الاهلي دي تروح تقعد في البيت، عندهم ارقام قياسيه كبيره جدا، واقفل النادي 10 سنين 20 سنه وهتفضل الارقام القياسيه بتاعتي برضو. تخيل، ما حدش هيلحقني. ولكن النادي الاهلي تفكيره دائما غير. انا ضمن النادي الاهلي ضمن الانديه الكبيره في العالم. أنا لما باجي أتكلم على نادي بتنافس معاه هو ريال مدريد، مش حد، والله ما أقصد حد، ولكن أنا هنا ما بتنافسش مع حد. لا أنظر لأنه الفرق كبير جدا. إذا كنت في الدوري اتكلم عن كام، 40 بطولة، واللي بعدك أعتقد 14 بطولة. إذا كان كأس مصر فبتتكلم على كام، 30 بطولة، والناحية التانية كام. إذا بتتكلم عن السوبر المحلي كذا، البطولة الإفريقية كذا. لكن مرة ألاقي فتنة بين محمد الشناوي ومصطفى شوبير. الحمد لله محمد الشناوي شخصية محترمة وكبيرة، مصطفى شوبير شخصية رائعة وجيدة. الفترة اللي جاية إن شاء الله يعمل أحسن شغل. مرة دلوقتي تعمل مشكلة مع إمام عاشور، يقول لك أصله تخيل مدير المنتخب كابتن إبراهيم حسن ما بيخافش، بيطلع يقول كابتن امام عاشور هو طالع ما سلمش على كابتن طارق سليمان على ما اتذكر، فقال لك اصله وامام عاشور قاعد يحلف بايمانات المسلمين لكابتن ابراهيم حسن انه والله ما حصل، ما خدتش بالي. الواحد بيبقى هو طالع على اخره متضايق
تعبان يعني الواحد بيبقى مش قادر يطلع، مش قادر يجري، مش شايف قدامه، باصص في الارض وعايز اوصل. فلما فشل الغير صادق عايز تمشي كولر، ولما فشلت رجعت الدايره من الاول وجديد، رجعت الكهرباء اللي اصبح بسم الله ما شاء الله لاعب جيد جدا، مش سهل تستفزه، تقيل. انسوا بقى ترنداتكم وانسوا كل هذه الامور، واتمنى ان هي ما تكونش موجوده. اتمنى ان احنا ننتظر الكره القدم او ننظر الى كره القدم خلال المرحله اللي جايه. جماهير الاهلي واعيه وعارفه مين عايز يعمل ترند على حساب النادي ومين بيمشي عكس الاتجاه. خلاصه الكلام، الاهلي ماشي في طريقه ولن ينظر لاحد. النادي الاهلي ماشي في طريقه ولن ينظر لاحد. جماهير النادي الاهلي عليها الدور الاكبر دائما، واللي احنا دايما بنبقى منتظرينه من حضراتكم. احنا هنلعب كل 3 ايام مباراه، لازم الحضور الجماهيري في كل مباراه يبقى كبير ان شاء الله، علشان صدقوني انا بقول لحضراتكم عن تجربه، الواحد لما بيبقى تعبان لما بيشوف الجماهير الموضوع بيختلف تماما. لازم يكون عند اللعيبه حافز، وحافز اللاعبين هو وجود الجماهير اللي دايما واقفه ورا فريقها وبتساند فريقها. عدد الجماهير اعتقد دلوقتي زاد بقى عدد، ان شاء الله يبقوا موجودين، ان شاء الله يبقوا موجودين ويكون لهم الدور الاكبر كالعاده دائما. انا كنادي اهلي حتى لغايه اخر الموسم على ما اتذكر يعني هلعب كل 3 ايام مباراه، فلازم جماهيري تكون واقفه ورايا كعادتها تحفز اللاعبين. ياما الجيل ده فرحنا، عايزين انهم ياخدوا الدوري من خلال وجود جماهيري كبير. محتاجين نفرح زياده ومحتاجين نفرح دايما، هو ده جمهور النادي الاهلي مع لعيبته. الاهلي زي ما حضراتكم عارفين وهفضل اقول بيتعاقب ان هو بيمثل مصر في البطولات الدوليه، فلازم يلعب كل 3 ايام ويتحط تحت ضغط زي ما حضرتك شايف كده. وبعض المنافسين بيتجاملوا وبيتعمل لهم احتواء، زي ما حضراتكم شايفين اخطاء بالجمله في مبارياتهم، ومنتظرين سقوط النادي الاهلي. ولكن ان شاء الله لن يحدث هذا الامر. نادي الاهلي وراه جماهير تهز جبال، وان شاء الله هتكون دايما هذه الجماهير وراه في كل مكان. طيب انا بس حبيت ان انا اتكلم في هذا الامر سريعا جدا، لانه محتاجين وقفتكم. صدقوني احنا النهارده اخر حلقه ان شاء الله نطلع مع حضراتكم بعد العيد، اخر حلقه قبل العيد يعني، ان شاء الله نطلع مع حضراتكم بعد العيد. كل سنه وحضراتكم طيبين، اذبحوا ووزعوا لحمتكم وكلوا اللحمه، ولكن خليكم دايما مساندين ومبسوطين وتدعموا النادي الاهلي دائما. وصلنا دلوقتي لفقره اخبار البيت الكبير، هنطلع نشوف تقرير نعرف اخر الاخبار على الساحه المحليه والعربيه والعالميه، ومن بعد هذا التقرير فاصل، ومن بعد الفاصل هنستقبل ابطال كره اليد بالنادي الاهلي، سيف هاني فوكس واحد من افضل اللاعبين في هذا الموسم، وايضا كابتن محمد ابراهيم حارس مرمى النادي الاهلي. والحقيقه حراس المرمى الثلاثه كان لهم دور كبير جدا جدا في فوز النادي الاهلي بكل البطولات مع زمايلهم، وبالتالي اثنين من نجومنا بيمثلوا فريق يستحق مننا كل التحية وكل الاحترام. هنطلع نشوف هذا التقرير، ومن بعد التقرير فاصل، ومن بعد الفاصل أبطالنا أبطال كرة اليد كوماندوز النادي الأهلي. واصل المارد الأحمر استعداداته لمواجهة فاركو ضمن مؤجلات الجولة 11 من بطولة الدوري الممتاز بعد غد الجمعة. وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة بالفيديو للاعبين قبل انطلاق الميران للتأكيد على العديد من الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالفريق في المرحلة الحالية. وقام كولر بتنفيذ بعض التعليمات الفنية والتكتيكية خلال فقرات الميران الذي اختتمه بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون بثلاث فرق مصغرة.
أعلن النادي الأهلي عن موعد بدء المرحلة الثانية لاختبارات الناشئين بالمحافظات، حيث تقام في محافظتي بني سويف وأسيوط بدءا من 25 و28 من يونيو الجاري على الترتيب، وتبدأ عملية بيع الاستمارات للاختبارات في محافظة بني سويف اعتبارا من 22 من يونيو الجاري في 1 ظهرا بمركز التنمية الشبابية شرق النيل، وتقام الاختبارات بالمركز بداية من 25 وحتى 27 من يونيو. وفي محافظة أسيوط تبدأ عملية بيع الاستمارات اعتبارا من 25 من يونيو باستاد جامعة أسيوط، وتقام الاختبارات على استاد الجامعة بداية من 28 وحتى 30 من يونيو. أصبح منتخب العراق الشقيق المنتخب العربي الوحيد في قارة آسيا الذي تأهل للدور النهائي بالعلامة الكاملة بعد أن اختتم مشواره في التصفيات الأسيوية المزدوجة بالفوز على فيتنام بثلاثية، ليتأهل إلى كأس آسيا 2027 وأيضا إلى المرحلة الحاسمة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، وفي جعبته 18 نقطة من 6 مباريات، إذ سجل 17 هدفا بينما تلقت شباكه هدفين فقط. كشفت تقارير صحفية عن موعد تقديم الدولي الفرنسي كيليان مبابي كلاعب جديد في ريال مدريد، وذلك بعد توقيعه على عقود انتقاله رسميا مع الفريق الملكي قادما من نادي باريس سان جيرمان. ولم يستطع النادي الإسباني تقديم لاعبه الفرنسي الجديد في ملعب سانتياغو برنابيو إلى جماهير النادي الملكي بسبب تواجده مع منتخب بلاده استعدادا لبطولة يورو 2024، ومن المقرر تقديم اللاعب يوم الثلاثاء 16 من يوليو المقبل. ذكرت تقارير صحفية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قرر الإبقاء على إيريك تين هاج المدير الفني للفريق في الموسم المقبل، وذكرت التقارير أن إدارة النادي ستدخل في مفاوضات معه لتمديد تعاقده في الفترة المقبلة رغم الموسم الباهت الذي قدمه مانشستر يونايتد خلال الموسم المنصرم، فإنه اختتمه على أفضل وجه بالتتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي عقب فوزه 2-1 على جاره اللدود مانشستر سيتي في المباراة النهائية للمسابقة العريقة. أعلن نادي يوفنتوس تعاقده مع تياغو موتا مدربا للفريق خلفا لماسيميليانو أليجري، وذكر النادي في بيان له: يسر النادي أن يعلن عن تعيين تياغو موتا مدربا جديدا للفريق حتى 30 من يونيو 2027. بدأ موتا مسيرته التدريبية عام 2018 وبدأ من فريق الشباب في باريس سان جيرمان، وهو الفريق الذي أنهى معه مسيرته كلاعب. أعلن نادي لايبزيغ الألماني تمديد عقد المهاجم الواعد السلوفيني بنيامين ساسكو حتى عام 2029 ليقطع الطريق على عدة أندية تسعى لضمه من بينها أرسنال ومانشستر يونايتد بعد موسم أول ناجح رفقة الفريق الألماني منذ انضمامه الموسم الماضي، وسجل ساسكو 14 هدفا في 31 مباراة. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. زي ما قلت لحضراتكم استكمال الاحتفالات قناه النادي الاهلي بابطال الصالات خلال هذه الفتره. الحقيقه النهارده هيكون معانا 2 من ابطال كره اليد بالنادي الاهلي. يعني انا لسه كنت حتى بقول له من شويه فوكس من الناس اللي وانت قاعد بتتفرج عليهم بتبقى مبسوط. قلت له انت مش باين عليك، باين عليك ان انت يعني سفروت كده وفي التيشيرت وهو لابسه. بسم الله ما شاء الله، لا معضل وحاجه حلوه يعني. بسم الله ما شاء الله، يعني امسك الخشب. انا بمسك الخشب اهو عشان ما تبصليش. لا بس عاده عندي بحب البس تيشيرت واسع بصراحه في المكان. صحيح صح. ليه بقى؟ عشان ايه؟ قال ليها حاجه يعني بصوا من الاول عشان بس لو حد شدني او حاجه كده تبان الحكم يشوف. بس بعد كده بقى اتعودت عليها. فيعني اكيد برضه حضرتك مثلا انت بتلعب اكيد ليك عاده معينه بتعملها، فهي خلاص. احنا ايامنا احنا كانت الشورتات بتترفع لفوق، حاجه كانت صعبه قوي صراحه. مش عارف انا لما بقعد اتفرج على نفسي اقول لك ايه يا عم الشورتات اللي مرفوعه لغايه فوق دي. ازيك يا نجم النجوم؟ ازيك يا محمد؟ الحمد لله. ازيك يا حبيبي؟ كله تمام. كابتن محمد ابراهيم طبعا نجم النادي الاهلي ونجم حراسه المرمى في النادي الاهلي. هبدا بيك يا محمد. 3 حراس السنه دي بسم الله ما شاء الله. بغض النظر انت لعبت ماتشات ايه وفلان لعب ماتشات ايه وحميد لعب ماتشات ايه وده لعب ماتشات ايه، ولكن في النهايه انا بشوف ان حراسه المرمى في النادي الاهلي كان لها دور كبير جدا بجانب زملائكم طبعا في الوصول لكل منصات التتويج السنه دي بسم الله ما شاء الله. هو الحمد لله طبعا في البدايه واحنا الثلاثه حراس مرمى احنا الثلاثه واحد، يعني اي حد بيكون موجود بيأدي الدور بتاعه. اي حد لو كان موجود في اي مباراه، يعني مثلا انا لعبت كويس، حميد لعب كويس، اي حد حتى لو طه موجود هيأدي نفس الدور واحسن كمان. صحيح. هو ده بيرجع طبعا لدور مدرب الحراس معانا الاجنبي مستر فينيو لوزيرت.
عامل معانا شغل بصراحه كويس جدا، طور فينا حاجات كتير، غير ان هي فنيا ذهنيا ونفسيا هو بيتعامل من كل الجوانب. وده طبعا وهيكمل ولا مشي مع ديفيز؟ هو اللي عرفته ان هو ممكن غالبا هيكمل يعني. لا يعني هو مش مع الجهاز بتاع ديفيز، هو مع الجهاز بس هو كابتن ديفيد مشي لوحده عشان جاله عرض خارجي. مستر فينيو تقريبا كان في مفاوضات ان هو يكمل، ما اعرفش بقى رست عليه، بس اتمنى اتمنى ان هو يكمل. طبعا عمل معانا طفره بصراحه كبيره جدا يعني. طيب فوكس برضو خليني ابدا معاك بانه اشمعنى فوكس يعني؟ ما انت يعني الاسم بعيد خالص. لا بص انا السؤال ده سالته كتير قوي بصراحه. انا عمري انا سالته لك قبل كده يعني؟ لا انا اول مره سالتوني بصراحه. بس هي مالهاش علاقه بحاجه يعني، هي جت كده. ف ايه اللي يعني ايه اللي مالهاش علاقه يعني بحاجه يعني؟ وانت ماشي كده قالوا لك يا فوكس؟ خلاص ماشي. انا كنت بلعب في الشمس. حلو. فزمان قوي كان كل واحد مثلا ايه، كنا لسه صغيرين في الملعب اللي هو اللي بنلعب اربع لعيبه ده، كل واحد بيطلع على نفسه اسم بتاع واحد صاحبي يطلع عليه اسم. يعني ليها اصل برضو مش ما ليها اصل. وعلى كده ايه مع الوقت بقى مسكت فيا فمشيت بقى على طول بقى في التمرين في الجامعه في اي حته. ما بتتضايقش؟ لا عادي. اصل في ناس بتتضايق تقول لك يا عم انا اسمي سيف. لا انا بتضايق لما حد يقول لي سيف. خلاص يا عم مش هنقول لك غير يا فوكس بعد كده. فوكس برضو هل فرق معاك لما عرفت ان ديفيد ديفيدز مش هيكمل مع النادي الاهلي ورايح لنادي كبير اعتقد في اوروبا؟ بصراحه انا كنت يعني انا طبعا رجعت الموسم ده في نص الموسم في شهر 12 مش كنت راجع من اصابه، فطبعا يعني كان هدف ليا ان انا ابدا معاه فتره الاعداد بصراحه كابتن ديفيد، عشان كانت اكيد هيعلي مستوايا. انت السنه اللي فاتت ما بداتهاش صحيح؟ ما بداتش معاه طبعا من اول الموسم. فطبعا ما اتعلمتش الحاجات اللي هي من الاول اللي هي الاساسيات الحاجات اللي في الاول، بس بدات الموسم على طول من الماتشات. فطبعا كنت حاطط مثلا هدف ان انا ابدا معاه الاعداد فتره الاعداد التمارين اللي في الاول. فلما مشي طبعا بيني وبين نفسي اتضايقت طبعا. بس طبعا يعني هو جاله حاجه كويسه وربنا يكرمه، واي حد يعني يتمنى ان هو يجي له عرض زي اللي جاله. ف يعني ما عندكش اي مشكله وان شاء الله ربنا يكرم في السنه اللي جايه، لانه برضو محمد السنه الجايه سنه صعبه جدا جدا جدا. انت كسبت السنه دي ثلاث او اربع بطولات. السنه الجايه عندك كاس عالم، عندك الناس كلها هتسالك وانت في كاس العالم. انت عارف في الكوره مثلا خدت برونزيه، فالناس احنا بقالنا كم مره شوف بنوصل كاس عالم، فالناس كل شويه تقول لك خلاص بقى احنا خدنا البرونزيه، يعني البرونزيه دي بقت الطبيعي. فدلوقتي قدامك يا فضيه يا ذهبيه. فنفس الكلام بعتقد في كره اليد، ان انت هتلعب على ميداليه. هو بالظبط في نقطه كابتن خطيب لما قعد معانا في التكريم الاسبوع اللي فات كان بيتكلم معانا فيها، اللي هو انتوا خدتوا اربع بطولات بس من ست بطولات وكده، بس طبعا احنا نتمنى ان احنا كنا ناخد السته من سته. الموسم طبعاً الجاي المنافسين بتوعكم هيجهزوا لكم بشكل اكبر، هيبقى عندهم دوافع اكتر من الموسم ده. فانتوا الموسم الجاي عندكم هيقابلكم صعوبه اكتر من الموسم ده. بخصوص كاس العالم طبعا احنا كاس العالم اللي فات واللي قبله احنا كنا داخلين هدفنا ان احنا نتواجد في اول اربعه او ثلاثه على الاقل. كاس العالم اللي قبل اللي فات السنه قبل اللي فاتت قدرنا ان احنا ندخل مربع بعد ما كسبنا بنفيكا كانت بطل كاس الاتحاد الاوروبي، فدي كانت مفاجاه بالنسبه لهم كبيره جدا. كاس العالم اللي فات خدنا خامس اول فرقه بعد الاربع فرق بتوع اوروبا. وكنا لعبنا برشلونه كانت معانا في المجموعه وعملنا ماتش كويس جدا. هو طبعا يعني المستوى برضو بتاع فرق اوروبا هو ليفل تاني خالص. بس احنا يعني طالما قدرنا مره ان احنا نعملها ممكن مع بنفيكا فوارد ان احنا نعملها تاني. تعملها مره تانيه بالظبط. علاقتكم انتوا بقى مع بعض كحراس مرمى بتبقى يعني انت وحميد انت وكل الناس اللي موجوده علاقتكم عامله ازاي؟ لا احنا علاقتنا كويسه جدا وكده. احنا كلنا بنستهدف ان احنا بنعمل لاجل المكان اللي احنا فيه يعني. فايا كان اللي هيلعب التاني بيبقى في ظهره وبيشجعه عادي جدا، وفي الاخر هي مصلحتنا كلها واحده. في الاخر هتبقى انت كلاعب عايز تلعب بالظبط. طبعا مركز حراسه المرمى مختلف برضه عن بقيه المراكز. هو مركز واحد بس اللي بيلعب فيه. الميزه برضه ان هو غير كره القدم ان هو انت ممكن تغير الجون كذا مره في وسط الماتش، او كل ماتش كل جون يلعب ماتش غير كره القدم في حارس هو اللي بيكمل بالظبط بيكمل فتره طويله. فده بيدينا فرصه ان احنا كلنا نلعب قد بعض تقريبا. يعني احنا في المحصله في الموسم احنا تقريبا كلنا لاعبين قد بعض. مدرب لجوان برضو هو بيعمل النقطه دي، هو ممكن يدي لكل حارس ماتش كامل يلعب فيه شوط وشوط بحيث ان احنا كلنا رجلينا تبقى في الملعب. اي حد طبعا بيتمنى ان هو بيلعب وقت اكبر في الماتشات المهمه يكون بيلعب ويظهر بشكل كويس. بس ده ما بيأثرش على علاقتنا بينا وبين بعض طبعا. يعني احنا بنتعامل مع بعض ان احنا اصحاب واخوات والعلاقه بينا كويسه جدا يعني. حقيقي ده فوكس ولا انت شايف ايه؟ لا حقيقي طبعا. حقيقي. لو في حاجه اقول. لا لو في حاجه اقول على طول. طب قول الو. بلاش محمد. مين؟ قول مين؟ قول مين؟
مين بيتكلم اهو؟ هو مش عايز يرد. مش عايز يرد؟ ثانية كده. مين ده؟ طب علي صوتك. الو؟ ايه يا ابني؟ مين ده؟ ده ياسر حميد. ده حميد ها؟ مش فيك فمش عايز ترد عليا ولا ايه؟ هو جه حاول لصاحبك فقول له يرد مش سهل. المهم انا ما خليتش محمد هو اللي يرد علشان اشوف فوكس هيفهم هيعرفك ولا لا. ما عرفكش. ما تفهمش ده. ازيك يا حميد؟ اخبارك يا حبيبي؟ سلام وحشنا والله. عامل ايه؟ كله تمام؟ زي الفل والله الحمد لله. الف مبروك، موسم اكثر من رائع، 4 بطولات من 6 بطولات، ولكن اعتقد ان انتوا السنه دي عاملين موسم يا حميد من افضل المواسم في السنوات الاخيره. لا في الاول طبعا برحب بيكم وبرحب بميحه وفوكس حبايبي يعني. ثاني حاجه الله يبارك فيك. طبعا موسم الحمد لله كويس قوي. انا فاكر يعني الموسم اللي فات كنت جيت مع حضرتك بعد السفر الاخير. مظبوط. نتكلم في كنا واخدين سداسيه وقلنا ان شاء الله الموسم الجاي يبقى افضل. وبعدين الحمد لله نعمل رباعيه ونسمح بقى الفتره الجايه ان شاء الله يعني ناخد اكبر عدد بطولات ممكن ان شاء الله. انا لسه كنت بسال ميحه على الـ على الـ على السؤال ده، انه حراس المرمى كان لهم دور كبير جدا جدا مع النادي الاهلي في وقت كنت اصابتك وبعد كده اللي رجعت تلعب، محمد نفس الكلام بيلعب شويه وانت تلعب شويه وبقيه الناس تلعب شويه، شايف الوضع ده ازاي في ظل ان انتوا دايما بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله بطولات كثيره جدا؟ لا طبعا يعني انا شايف ان فكره المنافسه دي حاجه صحيه جدا لينا كلنا يعني. احنا الحمد لله كجوان يعني احنا الثلاثه انا وميحه وطه مستوانا قريب واللي بيلعب يعني الحمد لله بيأدي بشكل كويس جدا بيشيل الفرقه. مين احسن واحد يعني فيكم؟ مين ايه؟ احسن واحد فيكم؟ هما الاثنين والله. طب اسال فوكس؟ اسال فوكس بس هيقول لك برضه هما الاثنين. ميحة. ميحة عشان هو اللي قاعد جنبه. خلي بالك ده بيقول لي ايه ده اطول مني فكابتن ونبي بالراحه يعني. اتفضل يا ميحة. لا والله زي ما بقول لك استسلام ف يعني دي حاجه بقول لك صحيه جدا ان احنا نبقى كلنا الحمد لله يعني جوان كويسه وكمان يعني كله بيشيل بعضه، الاثنين اللي موجودين بيشيلوا بعض. صحيح. يعني بيشيلوا بعض وحتى اللي ما بيبقاش موجود بيبقى مع الاثنين اللي جوه، فدي حاجه برده كويسه جدا يعني جوه النادي. السنه اللي قبل اللي فاتت 3 بطولات، السنه اللي فاتت 4، هل من الممكن ان احنا نصل للخمسه وسته واحتمال كمان يبقى فيه ميداليه في كاس العالم للانديه، ولا انت شايف ان الموضوع صعب؟ لا يعني الموضوع مش صعب. احنا الموسم اللي فات ده خسرنا بطولتين كاس مصر وكاس الكؤوس كانوا برضه في المتناول، كنا نقدر ناخدهم، فحاسس لا احنا ممكن ان شاء الله السنه الجايه نحقق اكتر ونقدر ناخد خماسيه او سداسيه. وليه لا يعني نحقق ان شاء الله كمان ميداليه في السوبر جلوب، بس القرعه تخدمنا شويه بس لان احنا المره اللي فاتت زي ما ميحه قال احنا كنا مع برشلونه كان واحد بس مننا اللي هيصعد مربع ذهبي، كان الموضوع صعب جدا. لو انت لعبت مع حد من اوروبا غير برشلونه تقدر يعني ممكن تقدر تخطف الماتش. دور جماهير النادي الاهلي معاكم في ال4 بطولات دول اعتقد لهم دور كبير جدا يا 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 حميد. طبعا احنا شفنا الدعم الصراحه بالذات السنه دي خصوصا بعد ما بدانا نكسب، لان احنا قبل السنتين اللي فاتوا كان الزمالك تقريبا بياخد بطولات اكتر مننا، او كان يعني كان الزمالك دايما بيبقى اقرب للبطولات مننا، وكانت الجماهير صابره علينا، ودي حاجه اعتقد هي السبب اللي احنا فيه دلوقتي، ان هم الناس دي ما يعني ما وقفت في ظهرنا وما داسوش علينا، بالعكس هم كانوا بيدعمونا وكانوا في ظهرنا. فاكيد يعني في اي لعبه جوه النادي الاهلي دايما تحس ان الجمهور هو اللاعب رقم واحد فعلا. واحنا شفنا ده بعينينا، بقول لك لما كسبنا الموضوع طبعا اختلف يعني. عموما نتمنى لكم يا رب كل التوفيق، والسنه الجايه تبقى خماسيه او سداسيه وميداليه ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا النجم حميد، واحد من افضل حراس المرمى اللي موجودين في مصر بجانب زملائه بقى، عشان برضو ما نبقاش بنخبط، صح كده؟ لا حميد كده كده جون كبير يعني. حميد جون رائع. سيف برضو واحنا بنتكلم على المنافسه مع عندك خيري وعندك ايضا احمد راضي، الاثنين بيلعبوا في نفس المكان تقريبا، وانتوا الثلاثه
يعني عملتوا شغل كبير جدا جدا هذا الموسم خصوصا بعد رجوعك من الاصابه. هو طبعا يعني في الهاندبول عامه في النظام الجديد طبعا حضرتك سيبك من زمان يعني اي حد في الخط الخلفي بيلعب في اي مركز يعني مفيش مركز معين صحيح مفيش مركز معين اللي هو سنتر هاف اللي هو باك يعني مش بتفرق قوي بس طبعا يعني لو حضرتك بتتكلم على مركز سنتر هاف بالظبط هو كل واحد طبعا مثلا بيبقى ليه وقته كل واحد مثلا لو مركز في الماتش ده هو اللي بيشيل الماتش لان يعني في الاغلبيه الفرقه كلها بتعتمد في الهجوم بالذات على المركز ده هو اللي بيقود الفرقه هجوميا يعني فطبعا اللي بيبقى فايق في الماتش ده هو اللي بيقود الفرقه وطبعا الاثنين التانيين من بره نفس الكلام يعني اللي هو بيشجعوه لو في حاجه مثلا انا شايفها مثلا غلط اقول له نفس الكلام اخر ماتش مثلا لو هو شايف حاجه غلط يقول لي اعملها وكله في الاخر يعني مصلحه الفرقه هي كره اليد اصل فيها حرق الدم كبيره جدا بصراحه يعني كره تبقى في ايديك وفاضل ثانيه وفجاه تلاقي الكره اتاخدت بقت في الجون بتاعك ده حقيقي فاحنا بنبقى قاعدين كجمهور يعني مش عايز اقول لك احنا بنبقى قاعدين على اعصابنا عاملين ازاي في لعبتوا الزمالك كتير السنه دي اعتقد سبعة ماتشات سبعة تمانية لعبنا حوالي سبعة ماتشات تقريبا كسبنا معظم الماتشات ده حقيقي ايه الفرق قبل كده كان نادي الزمالك متفوق على النادي الاهلي من سنتين ثلاثه ولكن دلوقتي الامور مختلفه انا شايف ان ده بيرجع لقوه شخصيه الفرقه في الفتره دي ايوه حصل يعني كان في فتره من الفترات اللي هو الزمالك ممكن كان بيكسب فيها بطولات اكتر شويه بس يعني كان معظم منتخب مصر ساعتها من الزمالك بس ما فيش ماتش مثلا تلاقي الزمالك كسب الاهلي فرق كبير دايما هتلاقي الماتشات برده الفرق قريب كان لسه بدايه بناء جيل جديد لفريق كره اليد صحيح. بالنادي الاهلي صحيح. ومع ذلك برضو الماتشات كلها كانت قريبه كان بينقص بس الفرقه ثقه بالنفس وقوه الشخصيه ان انت ازاي حتى لو مغلوب في وسط الماتش ازاي تقدر ترجع وتكسب وده حصل وبان في اول ماتش في سلسله البلاي اوفس اللي في الاخر ان هي كنت مغلوب باربعه وخمسه مثلا وكسبت الماتش في الاخر كسبت الماتش 23-21 اعتقد او 24-22 حاجه كده كسبنا تقريبا فرق واحد او اثنين حاجه كده فرق جون فده طبعا بيرجع كل شخصيه الفرقه وكابتن ديفيد طبعا كان ليه دور كبير وكابتن محمد ابراهيم والجهاز يعني كله ان هو ازاي يبني شخصيه الفرقه ازاي بيغير المينتاليتي بتاعتك تماما يعني الشغل ما كانش فني بس ازاي انت تبقى واثق في نفسك ان انت تكسب بطوله معاكم نظري وفيديوهات كل حاجه ومحاضرات اللي هي بيقال عليها التنميه البشريه كمان ان هو ازاي يديك دوافع وتجدد الدوافع بتاعتك باستمرار دكتور عمرو يوري كمان معانا في الفرقه بيبقى ليه دور في الموضوع ده فده يعني ازاي انت خدت بطوله انت لازم تسيطر انت خلاص المنافس بتاعك مثلا انت خدت بطوله منه لا انت تاخد الثانيه او الثالثه انت لازم تسيطر على كره اليد في مصر وده الطبيعي بتاع النادي الاهلي ان هو يبقى رقم واحد في كل حاجه يعني فده لازم يبقى قوه الشخصيه بتاعت اللعيب نفسه والعقليه بتاعته يبقى من عقليه النادي ان انت انا لازم ابقى رقم واحد في كل حاجه وما ينفعش اخسر بطوله. فوكس اهم التحديات اللي كانت بتواجهكم طوال الموسم انا عارف ان انت في جزء كنت يعني مصاب فيه ولكن لغايه لما رجعت وبدات تلعب تحديات كثيره جدا جدا ايه اهم هذه او اصعب هذه التحديات؟ هو طبعا يعني كان في بطولات مهمه بالنسبه لنا رقم واحد كانت بطوله السوبر الافريقي عشان بتاهلنا كاس عالم فطبعا البطوله دي كانت بالنسبه لنا يعني اللي هو حياه او موت احنا طبعا عايزين نتاهل كاس عالم بطوله الدوري برده نفس الكلام لان طبعا يعني هو لو بنتكلم عن بطولات افريقيا في الحته المحليه اللي هو احنا دلوقتي دوري وكاس احنا خرجنا من الكاس فاحنا ما ينفعش نخسر الدوري لان احنا كنا خسرنا الدوري احنا كده في يعني ما كسبناش ولا بطوله في المحليه بالظبط فيمكن يعني هي دي اكتر حته مثلا صعبه واجهناها اللي هو احنا ازاي نجدد دوافعنا مثلا بعد كل بطوله كسبناها خلصنا مثلا بطوله السوبر المصري اللي كسبناها في الامارات مش عايزين نكتفي بيها عايزين نكسب البطوله اللي بعديها عايزين نكسب الدوري والحمد لله في الاخر طبعا كسبنا 4 بطولات من 6 وان شاء الله السنه الجايه يعني الحته دي تزيد شويه ويبقى اكتر ان شاء الله. طيب خلينا نطلع نشوف هذا التقرير عن هؤلاء الابطال وكيفية الفوز بأربع بطولات في هذا الموسم خلينا نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين ميحة وإحنا بنتكلم عن البطولات والإنجازات اللي اتعملت أنت كنت طول عمرك مشجع أهلاوي وبتروح تشجع النادي الأهلي في المدرجات وكان حلم من أحلامك أن أنت تكون
جزء من النادي الاهلي، دلوقتي انت بقيت حارس مرمى النادي الاهلي وبتاخد بطولات وبتجيب بطولات، ايه اللي يعني الفكره بالنسبه لك وقدرت توصل للامر ده ازاي؟ هو بصراحه احساس يعني احساس غريب بالنسبه لي، وكأنك انت طول عمرك عندك حلم انت عايش فيه دلوقتي، يعني ان انت طول عمرك يعني انا واهلي والدي والدتي نفسهم طول عمرهم من وانا صغير ان انا يشوفوني بلعب في النادي الاهلي، احنا عيله اهلاويه اصلا. وانا كنت طول عمري عندي الحلم ده ان انا اكون موجود في النادي الاهلي. الحلم ده طبعا بالنسبه لي الخطوه دي لما اتحققت انا طبعا كنت مبسوط جدا، وكان عندي اهداف كبيره قوي ان انا ابقى سبب او ان انا احقق بطولات مع الفريق بتاعي، يعني الفريق اللي انا بشجعه طول عمري. فطبعا الحمد لله يعني ان ربنا اداني الفرصه دي وان هو حقق لي حاجه كنت بتمناها، وطبعا اتمنى ان انا يعني اقضي بقيه عمري الرياضي مثلا في النادي الاهلي، يعني ان شاء الله يعني ده شرف كبير ليا طبعا. طيب سيف، انت برضو ماتشات الزمالك دايما بتبقى هي الماتشات اللي يعني الاهم واللي بيبقى عليها العين دايما، اللي اصعب ماتش بقى، اصعب ماتش في السبع ثمان تسع ماتشات اللي اتلعبوا دول، اصعب ماتش للزمالك يمكن ماتش كان السوبر الافريقي اللي هو اللي بيوصل لكاس العالم، اللي بيوصل لكاس العالم، لان احنا رجعنا فيه صح، لان احنا كنا هنخسر ورجعنا في اقل من دقيقه ورجعنا، يعني دي حاجه اللي كان ميحه بيتكلم عليها اللي هي الشخصيه اللي كنا بنتكلم عليها اللي هو احنا حتى لو خسرانين احنا عارفين ان احنا هنكسب. فطبعا دي حاجه بتبقى مهمه قوي وسطنا وسط بعض عشان نعرف نرجع في الماتش. ويمكن اول ماتش في الثلاث ماتشات بتوع الدوري بتوع نهايه الدوري بس كسبناه برضه، اول ماتش برضه كان صعب وكسبناه. يعني يمكن بحسبها ازاي مثلا اللي هو مش على مثلا مستوانا الفني، مثلا هنلعب حلو بنلعب وحش، بحسبها مثلا احنا كنا واثقين من نفسنا عندنا شخصيه ان احنا هنكسب. يمكن دي اهم حاجه، يعني دي يمكن دي اهم حاجتين بتخلينا نكسب الماتش. بس جه وقت من الاوقات كان دايما تقول لك ايه ان احنا النادي الاهلي كان مش دلوقتي يعني مش السنه اللي فاتت تحت ولكن قبلها بشويه، كانت ناس تقول لك ايه ان النادي الاهلي دايما كان بيخسر في اخر دقيقتين ثلاثه، دي قله خبره اللعيبه لان هم صغيرين في السن. هو دلوقتي احنا بنكسب في اخر دقيقتين ثلاثه، العكس دلوقتي اللي بيحصل. برافو عليك، على الرغم من ان نادي الزمالك فيه يعني قامات كبيره في كره اليد، كابتن احمد الاحمر، الاسماء الكبيره اللي موجوده كلها اسماء مهمه جدا يعني، ولكن الحمد لله والشكر لله العكس دايما اللي بيحصل دلوقتي. لا طبعا هنحترمهم كلهم وكل حاجه، بس يعني يمكن مثلا تاني ماتش مثلا اللي احنا خسرناه انا شايف ان احنا كنا احسن، بس هي برضه احسن من الماتش الاولاني كمان. ممكن انا شايف كده عن نفسي. طبعا وجهات نظر، بس انا شايف كده. بس هي يمكن الحته دي هي اللي بتفرق في الاخر، اللي هو الفرقه مثلا متماسكه لحد اخر ثانيه، بنلعب لحد اخر لحظه، واثقين من بعض، كل واحد واثق في زميله اللي جنبه، عارفين احنا هنكسب. ففي الاخر ان شاء الله طبعا احنا تعبنا يعني الموسم ده بصراحه، فربنا بيكرمنا في الاخر. اجازه انتوا اليومين دول يا محمد؟ لا ما بناخدش اجازه كتير قوي، احنا عامه عندنا نظام ان احنا بعد ما بنخلص الدوري بنفضل لحد نص شهر 6 بنفضل نروح النادي، بنلعب كوره، بندخل الجيم، بنتمرن تمارين. حاجات بعيد برضو عن الهاندبول يعني. مثلا بناخد اجازه مثلا بسيطه راحه سلبيه خالص اسبوع 10 ايام، ويبدا كل واحد فردي بقى بيشتغل ببرنامج بيتحط له بيشتغل بيه مع نفسه، بحيث ان انت ما تبدا فتره الاعداد تاني مع الفرقه ما تبقاش بعيد قوي، تبقاش الدنيا واقعه، عشان هو عامه معظم السيستم دلوقتي الجديد ان انت لما بتبدا ممكن تبدا هاندبول على طول فتره الاعداد، مش زي زمان تقعد شهر مثلا تراك وجيم والحاجات دي. فعشان خاطر برضه الحاجات دي بطلت. خلاص بقى يعني انت اول من اول اسبوع ممكن شغلك في الملعب على طول تبداه جدا والله. بتاخد بدني في الملعب، مدني مع جزء الهاندبول. زمان الله يرحمه كابتن جوري كان بيودينا في اول طريق اسماعيليه كده جبل كوره، يعني جبل تطلع وتجري كنا بنروحه زمان برضه. كنا بنروحه، بس خلاص بقى دلوقتي بقى في نظام جديد، فعشان كده ما بنفصلش بعيد عن التمرين، على طول دايما يعني رجلك في الملعب يعني. بالظبط. وانت برضه يا سيف نفس الكلام طبعا، لكن هل اللعيب بيفرق عن الحارس المرمى ولا نفس التمارين؟ لا طبعا في حاجات بتفرق كتير يعني. يمكن مثلا في اول الموسم بيبقى نفس التجهيزات او كده، بس حتى البدني يعني مش 100% زي بعض، بس في الاول هم ما يعني ما بنبقى شبه بعض في الاول، عشان في برضه في الهاندبول الجديد دلوقتي يمكن الجون يغير وينزل لعيب. اوكي. هو طبعا محتاجين برضو الحته البدنيه دي، السرعه السبرنت اللي بيتعمل ده، بس في نص الموسم طبعا بيبقى كل واحد ليه تمارين معينه، عشان في نص الموسم مثلا محتاج حاجات معينه، الحارس محتاج حاجات معينه، فعلى حسب بقى كل واحد البرنامج اللي محطوط له بيمشي عليه. انت من اللعيبه اللي دايما بتقطع وبترقص يعني بتغزل، ما اعرفش بقى في الهاندبول اسمها ايه؟ مشيها بترقص. ترقص بترقص كده، فنتات بقى وحاجات كده. فنتات اللي انت من اللعيبه اللي بشوفهم دايما، وبعدين انت بتروح بوشك على طول
مين من الجيل اللي اقدم منك تشوفه شبهك او انت شبهه يعني؟ لا طبعا انا هو كان في لعيبه كتير طبعا كنت بحب اتفرج عليها يعني. انا مش فاكر قوي الجيل القديم بصراحه، بس يمكن الجيل اللي هو قريب مثلا حسين يعني زكي اللي كان كابتن حسين طبعا حسن يوسف. انت مثلا اللي كان بيلعب ايام انا لما كنت بلعب ده من زمان كابتن احمد بلال. بص بصراحه ما اعرفش انت شفته ولا لا، كان بيلعب في الاولمبي ما لحقناش نتفرج عليه. احمد بلال كان بيلعب في الاولمبي، ده من اساطير الكره اليابانيه. ابنه جيلي كمان لعب معايا في المنتخب وكده، فكان لعيب كبير طبعا يعني كابتن احمد بلال يعني من اللعيبه اللي هي الاساطير. كابتن احمد بلال عارف جيل كابتن ياسر لبيب وكابتن العوضي. هو لما بسمع بيقولوا لي كابتن ياسر لبيب مثلا يلعب انت كابتن ياسر لبيب كان بيبو يعني كابتن خطيب في الكوره، وكابتن ياسر لبيب مش نفس، لكن انا اقصد انه كابتن خطيب في الكوره في السبعينات والثمانينات كان يقول لك بيبو، فياسر لبيب بيبو اوائل الالفينات برضو في الهاندبول يعني. فيمكن بقى معاه كابتن احمد بلال واسماء وكابتن عمرو الجيوشي واسماء كبير ايام انا بقى يعني دي. ما اعرفش انتوا فاكرين الاسماء دي ولا لا؟ انا عارفها انا اكبر من فوكس شويه بس مش قوي يعني، مش قوي. ما انا عشان كده انتوا صغيرين انتوا الاثنين 8 سنين بس. يعني كان في ماتشات ليهم موجوده على اليوتيوب وكنت بتفرج على حاجات ليهم. لا ده كان جيل عظيم، ده خدوا هم اللي عرفوا المصريين يعني ايه كره اليد. ايوه ربع عالم في مصر في مصر حقيقة. في اوائل الالفينات هذا الجيل من اللاعبين كان جيل كبير جدا. طيب خلينا نروح لسه كنت بنتكلم عنه، واحد من النجوم الكبيره جدا في عالم الكره، في عالم كره اليد ورئيس جهاز كره اليد في النادي الاهلي، كابتن ياسر لبيب. كابتن ياسر ازاي حضرتك يا كابتن؟ ازاي يا كابتن اسلام؟ الله يخليك يا كابتن، اخبار حضرتك ايه؟ طبعا محمد ابراهيم وفوكس تحياتهم لحضرتك. يعني لسه كنت بتكلم معاهم يا كابتن ياسر، عاملين السنه دي موسم كبير جدا في كره اليد. كان نفسنا طبعا في الخماسيه والسداسيه، ولكن اربع بطولات زي ما الكابتن خطيب قال، اربع بطولات كويسين جدا، ولكن السنه اللي جايه ان شاء الله يبقى خمسه وسته ان شاء الله. ان شاء الله، وده طبعا بيحط على كاهلهم عبء كبير طبعا. ان النتائج ديت وانت عارف جمهورنا ما بيقبلش دايما، عايز اكتر. صحيح. والنجاح دوت طبعا مسؤوليه عليهم ان هم لازم يحافظوا عليه وما كانش يزودوه كمان، فطبعا عبء كبير، و يعني ربنا يعيننا ويعينهم. انا لسه كنت بتكلم مع فوكس من شويه بقول له يعني مين من الجيل القديم اللي انت شبهه، فانا يعني هو شبه كابتن احمد بلال ولا كابتن بلال كان ليه طريقه مختلفه؟ لا بلال كان مختلف شويه، كان مختلف. كابتن بلال كان بيبقى على الواقف اكتر تيقلي. بلال كان بيعتمد اكتر على برجله، وكان يعني برجله واسع شويه، وكان هو مصوب اكتر، لان هو بلال بدايته كان باك مش ما كانش هاف. فطبعا لا في فرق يعني، فوكس ممكن تكون قريب شويه من مني انا. نفس الفنتات. الفنتات والتصوير السريع، ان هو يعني فوكس ما يعتبرش طويل بالظبط، فلازم يعتمد حتى في تصويباته والكلام ده كله بيعتمد على مهارات معينه اللي هي بتبقى مفاجاه، ما تبقاش مباشره، مش من فوق المدافع، لا من جنب المدافع بالميل. صحيح. فنتير اكتر، يشغل لعيبه اكتر كده يعني. كابتن ياسر، يعني جمهور النادي الاهلي الان خصوصا بعد رحيل ديفيدز، انا عارف ان انتوا عندكم اجتماعات كبيره جدا وكتيره جدا خلال هذه الفتره، يعني مش هنتكلم عن هذه الامور دلوقتي، ولكن كل حاجه بتخلص انا فاهم وعارف كل ده، ولكن في النهايه عايز تطمن جمهور النادي الاهلي تقول لهم ايه؟ لا لهم ان شاء الله يعني الاداره، مجلس الاداره والنشاط الرياضي مثلا في خالد العوضي طبعا شغالين بيدوروا على مدربين طبعا اعلى مستوى، وده شيء طبيعي لان لعيبه المنتخب معظمهم لعب مع ديفيز ومع براندو ومع باستور، فما ينفعش ان انت تجيب لهم اقل صح المستوى ده وتشتغلوا معاه، هتبقى العمليه بتبقى صعبه. فاكيد هو لو جابه هيجيبه يعني حاجه على مستوى عالي ان شاء الله. هل اتفضل بعدين احنا كمان معانا محمد ابراهيم كمان يعني على مستوى عالي جدا. صحيح. اللي هو كان مساعد باستور ومدرب واعد، فهو مكمل الفتره ديت ان شاء الله لحد ما نتوفق في مدرب يكون على مستوى عالي يعني ان شاء الله. هل في موعد نقدر نقول هيحصل فيه كده ولا نصبر شويه؟ لا ما نقدرش نحدد موعد معين. طيب
السنه اللي جايه بدايتها هتكون امتى؟ بدايه فتره الاعداد الامور هتبقى ماشيه ازاي؟ احنا بص احنا شغالين لحد دلوقتي، هم الفرقه يعني مستمرين في التمرين لحد 15/6 يعني. أوكي. المفروض ان هو بكره هيبقى اعتقد اخر يوم. كمان مع ديفيد، يعني ديفيد بكره احنا عاملين له حفله صغيره كده، حفله وداع. بعد كده هيريحوا اسبوع، واعتقد كل واحد منهم هياخد برنامج يشتغل بيه لوحده، برنامج فردي يشتغل بيه لوحده، برنامج فردي. وهم الميزه في المجموعه ديت، يعني احنا الحمد لله ان احنا في السنتين اللي فاتوا حاطين نظام في كل حاجه، في التمرين، في التغذيه، في الكلام ده كله، وكل واحد من اللعيبه ديت يعني ما شاء الله عليهم. كل واحد عارف هو بيعمل ايه وعارف ياكل ايه وامتى وازاي والكلام ده كله، بيتابعوا مع الكابتن، مع الدكتور عمرو يوري، الاخصائي التأهيل والعلاج والتغذيه والكلام ده كله، والمعد البدني بتاع الفريق هو بيحددوا بيراجعوه في البرامج ديت بشكل مستمر. فبالتالي كل واحد عارف هو بيعمل ايه. وبعد كده هنرجع بقى في 1/7 نبتدي شغل تاني، لان احنا المفروض عندنا معسكر في اخر 8 ان شاء الله في صربيا، وبعد كده بنروح نلعب البطوله الدوليه دي. البطوله الدوليه دي اللي احنا كل سنه بنلعبها، مدعوين فيها السنه دي برضو. دي بتبقى بطوله على مستوى عالي، بعد كده دي بتبقى اعداد كويس لبطوله افريقيا وكاس العالم. واعتقد ان دي كان ليها دور مهم البطوله دي تحديدا، اللي احنا ذعناها هنا على شاشه قناه النادي الاهلي السنه اللي فاتت، كان وصلنا اعتقد النهائي مع برشلونه، وكان الفريق كبير. والفريق كان كبير ليهم ورجعنا فيه. اعتقد البطوله دي بيبقى ليها دور مهم في اعداد الفريق يا كابتن ياسر. اكيد طبعا، بتلاعب فرق على مستوى عالي، فرق اوروبيه، مدارس مختلفه، وفي مدارس شبيهه للمدرسه بتاعتك. فالاحتكاك بيبقى احتكاك بصراحه يعني مهم جدا للفريق يعني. طيب كابتن ياسر، عايز تقول بقى لرجالتك او لشبابك ايه قبل ما ياخدوا الاجازه؟ طبعا انا ببارك لهم طبعا على الموسم اللي بنقول عليه موسم جيد اللي احنا عملناه، ولكن طبعا بنتمنى ان هم يبقى فيه احسن. يعني انا يمكن في بدايه توليه المهمه ديت، في اول مره قعدت معاهم كان قبل بطوله افريقيا في النيجر، اعتقد محمد كان لسه ما كانش معانا، ولا كان معانا في النيجر؟ لا لا، ما كنتش لسه جاي. كانش لسه. انا قلت لهم يا جماعه دايما فكروا احنا عندنا 8 بطولات، نفكر في 8 بطولات او 7 بطولات. يعني دايما خلي طموحك، سقف طموحك عالي جدا عشان ما يتحقق اكبر انجازات ممكنه. لو سقف طموحك قل هتلاقي انجازاتك اقل. فاحنا طبعا بنامل ان السنه الجايه ان شاء الله نكون احسن ونحصل على بطولات اكتر، وليه ما نحصلش على البطولات كلها لو احنا قادرين. يعني احنا لو ركزنا نقدر ان احنا ناخد البطولات كلها. في فرقه ثانيه احسن مننا واقوى، دي رياضه. لكن انا لازم ان انا العب على كل البطولات، ولازم ابذل مجهود في كل البطولات. يعني احنا كنا يعني حزنانين جدا ان بعض الصور ان احنا ما خدناش بطوله افريقيا، واحنا ما خسرناش لان احنا مثلا لعبنا مع الترجي والترجي كان احسن، لا احنا كنا وحشين قوي. نعم، احنا الماتش ده فعلا كنا وحشين قوي، فبالتالي ما كناش نستحق ان احنا نكسب. فاتمنى ان اللي جاي لا ما نبقاش كده، يبقى بكل البطولات بنلعبها بقوه وبحماس، عشان احنا هدفنا ان احنا ناخد كل البطولات. وربنا يكرمهم ان شاء الله في الموسم اللي جاي. وبقول لهم طبعا الموسم هيبقى موسم صعب، ما هوش موسم سهل، ولازم يبقوا هم داخلين ومركزين في الكلام ده كله. انت حققتوا حاجه السنه دي، محتاجين او جمهوركم مستني اكتر. صحيح. فبالتالي انتوا محتاجين ان انتوا تدخلوا بقوه اكبر، تبذلوا مجهود اكبر عشان نقدر نحقق الانجاز ده، او نحافظ على الانجاز اللي احنا عملناه. كابتن ياسر انا بشكرك شكرا جزيلا. كابتن ياسر لبيب، رئيس جهاز كره اليد في النادي الاهلي. وزي ما حضراتكم شايفين كل واحد شايف شغله بطريقته باسلوبه. اعتقد كابتن ياسر دوره مهم يا محمد، وجود كابتن خالد العوضي طبعا مدير النشاط الرياضي، وكابتن ياسر والجميع الحقيقه دايما بيلتف على الفريق. وفي الاخر تكريم من مجلس اداره النادي الاهلي في وجود كابتن خطيب، الحقيقه اللي اثار السنه دي ان التكريم يبقى فيس تو فيس، يعني مش زي السنه اللي قبلها اللي هي كانت الكل مدعو، ولكن السنه دي اعتقد كل فريق بتبقى افضل شويه كمان. هي دي حقيقه، يعني ده بتحس فيه ان انت بتتكرم بشكل شخصي، كل فرقه لوحديها، ده بيبقى ليه انعكاس طبعا كبير قوي علينا. نعم.
وبخصوص كابتن ياسر وكابتن خالد، طبعا هي دي منظومه، يعني منظومه النادي الاهلي معروفه يعني طول عمرها، كل واحد فيها بيأدي الدور بتاعه فيها على اكمل وجه، كل واحد ليه دور معين بيعمله وبيأديه باحسن طريقه، خصوصا لما يكون مدير النشاط الرياضي لعيب هاندبول كبير قبل كده، رئيس الجهاز كان لعيب من اساطير النادي الاهلي ومنتخب مصر، فده بيبقى ليه وقع كبير حتى على اللعيبه نفسها، يعني انت في اقناع كبير حتى بالشخص اللي قدامك. وطبعا هو اداريا يعني مش محتاجين نتكلم، يعني النجاحات هي اللي بتتكلم على الكلام ده كله. وزي ما بقول لحضرتك، هي منظومه سواء اداريه لعيبه جهاز حتى اي حد يعني موجود في الفرقه، جهاز طبي فني اداري، كلها بتكمل بعضيها، وده بيخلينا ننجح يعني كلنا بشكل كويس في الاخر يعني. طب فوكس، السنه دي البطولات كانت كتير ومتتاليه، والماتشات كانت كتير ومتتاليه، كنت بتطلع من دي لدي ومن البطوله دي للبطوله دي، اشتغلتوا على الموضوع ده ازاي كلاعبين يعني؟ هو فعلا يعني بشكل شخصي انا اصلا اللي هو اول موسم بعد الاصابه، فبالنسبه لي بطولتين او ثلاثه هيبقى الموسم كبير او ضغط. صحيح. فعامه بقى احنا لعبنا اكتر من 5-6 بطولات. لا، وماتشات، عدد ماتشات كبير كمان. الموضوع كان صعب يعني، يمكن اول مره مثلا تحصل اصلا في اخر 10 سنين ولا حاجه ان احنا نلعب كل كميه الماتشات دي. فطبعا بعد كل ماتش يعني في تجهيز نفسي، ان احنا سواء البطوله دي كسبناها خسرناها ان احنا نبص على بعديها، لازم نقفل الصفحه. بالذات لو كسبنا بحسها بتبقى اصعب، ان احنا لازم ننسى البطوله دي ونركز على البطوله اللي بعديها. ما بتلحقش تحتفل يعني، حتى احنا ما بنلحقش نجيبكم تيجوا معانا، مفيش وقت. هي البطولات كلها كانت ورا بعض، ودي كانت طبعا يعني حاجه مهمه بالنسبه للجهاز، ان هم ازاي يجهزونا للبطوله اللي بعديها. ازاي يجهزونا مثلا عندنا ماتش وعندنا ماتش تاني بعديه مهم في بطوله مختلفه في نفس البطوله. وطبعا كابتن ياسر وكابتن خالد كانوا معانا مثلا في كل البطولات وكل الماتشات، وبشكل شخصي بيتكلموا على اللعيبه، ويعني واقفين معانا في كل البطولات بصراحه، ودي حاجه كانت بتديني دافع ان احنا نكمل الموسم. بتتعلم بقى من خالد العوضي في حراسه المرمى ولا ايه؟ انا في ماتشات والله اتفرجتها على كابتن خالد، مش مفيش حاجه كتير متاحه. انا ليه بقى انا مرتبط بالجيل ده ليه؟ لان الجيل ده انا كنت بحب اتفرج على الهاندبول، او هم اللي علمونا نتفرج على الهاندبول، وكان الاولمبي، النادي الاولمبي النادي الكبير العريق، كان في كان احمد بلال وكابتن عمرو الجيوشي وكان كابتن حماده النقيب. حماده النقيب طبعا، ويعني كان في لعيبه كبيره جدا. دي حقيقه يعني. بشكل شخصي انا مفيش بيبقى ماده متاحه قوي للماتشات زمان كتير. لا، ما بيجيش يتكلم معاك خالد من يعني. لا كابتن خالد. كابتن خالد طبعا. كابتن خالد لا، وما بتدخلش صراحه حاجات فنيه قوي مع اللعيبه، هو سايب يعني طبعا مدرب بالشوق يعني. لكن بس بحس ان هو بيبقى فيه تعاطف كبير قوي مع الحراس يعني. يعني احنا لما بنكسب ماتش ولا حاجه، واول ناس بيجري عليها هم الحراس. في حاجه مش فاكر، كان حميد وبعد كده الماتش اللي بعد انت اعتقد في اخر ثلاث ماتشات. هو اول ماتش انا بدات، وبعد كده حميد نزل، وثاني ماتش حميد اللي لعبه في الدقيقه الاخيره كان حميد واحده او مره، وبعدين الماتش اللي بعده على طول انت شلت واحده برده او ثلاثه ورا بعض كده. ده كان في اخر ماتش خالص. هو انا الحاجات دي بتفرق كتير جدا، حتى بلاقيكم عمالين انتوا ايه يعني بتسخنوا الدنيا جامد. دي حقيقه. بيفرق معاكم الحاجات، معلش انا اسف، بيفرق معاكم الحاجات دي ان هو بيقعد من ورا يزعق ويعمل والحركات دي ولا لا؟ طبعا، ولازم كل شويه اصلا على مدار الماتش لازم القاعدين اللي هو في الدكه بيحمسوا اللعيبه. وطبعا هي اللعبه لو حضرتك خدت بالك منها، يعني انا شايف اكتر من 60-70% حارس المرمى. صحيح. فلما الكره مثلا اللي هو لعيب رايح انفراد من الفرقه الثانيه، فهو رايح يجيب جون، فلما الجون عندنا يصد الكوره واحنا نجيب جون، ف الله ده انا بقول له على اللعبه دي بالذات طبعا، فحاجه بتحمسنا اكتر يعني. ال الونجات بيبقوا الامور انا بحس كده ان انتوا سهل ان انتوا تصدوا الونجات دي، بس هي ما بتبقاش سهله خالص. لا، هو الونجات دي ممكن يكون من اصعب المراكز. بس انت لو قفلت الجزء خلاص وبايدك وبرجلك، بسم الله ما شاء الله. بس الونجات بيبقوا اللعيبه عامه مهاريه اكتر من اي لعيب تاني. فالموضوع لا يعني، حتى مدرب الحراس معانا بيشتغل بشكل كبير قوي عن البوزيشن بتاعك من الونجات، عشان هو الونجات الونجات عامه يعني هي تبان ان هي سهله، بس هو لا، هو الموضوع مش سهل. هو لعيب مهاري، انت بيبقى فيه زوايا مثلا في الجون، حتى لو انت قافل بيبقى فيه زوايا كتير مفتوحه ممكن، فهو بيحاول يظبط لك وضعيه جسمك في الجون ان انت بحيث تقفل على اكتر وقت بالظبط وما تتحركش كتير. يعني مثلا على حسب برضو المواصفات الجسمانيه لكل حارس يعني انا مثلا
بيقول لي انت جسمك مثلا كبير فانت مش محتاج ان انت تتحرك كتير، انت بتاخد خطوات مثلا معينه وبتقفل بقى، بتشتغل خلاص بايدك وبرجلك. يعني الوينجات اصعب؟ طبعا الوينجات من مراكز معينه. سبحان الله، هي بتبان ان هي اسهل من الوينج، بيبقى جاي الكره جايه له وهو بياخد الكره باندفاع وبينط بجامب، فانت بتبقى انت حركتك جاي يمين وهو بينط شمال، فانت بتحاول تعدل اصلا وضعيه جسمك معاه وهو بيتفتح له الزاويه الضيقه، الزاويه البعيده فوق بين رجلك فوق دماغك، فبيبقى قدامه حلول كتير. فانت دي من ذكاء الحارس ان هو يعرف يلعب مع اللعيب. اصعب الوناج اللي لعبت عليهم؟ الونجات اللي انا لعبت قدامها طبعا بره فرقتنا، يعني بره الاهلي طبعا، يعني بره فرقتنا انا بشوف ان بكار من اللونجات ليفت اللي هي الكويسه. بكار جامد، لعيب جامد. لان انا اصلا بكار لعبت معاه في الجزيره زمان يعني وانا صغير، كنا بنلعب مع بعض في الجزيره في الدرجه الاولى، وما كان موجود في الاهلي قبل كده برضه، كان ماشي بشكل كويس جدا. بشوف ان هو لا لعيب كبير. والونجات رايت في لعيبه بره الاهلي والزمالك انا بشوف ان هي لعيبه كويسه جدا، في لاعب اسمه هشام عادل، ده جيلي بيلعب في سبورتنج حاليا. هشام وفي بلال جلال في البنك الاهلي، ده من ناشئين النادي الاهلي، هو بيلعب حاليا في البنك الاهلي. بشوف ان دول من اللعيبه المميزه في الونجات رايت برضو في مصر. فوكس مين مثلك الاعلى عالميا بقى؟ يعني لو يعني عالميا كده لو تحب تبقى زي حد تبقى زي مين؟ كارابتيتش. وفي لعيب تاني كان سويسرا، اندي شميت. سويسرا اشمعنى دول؟ لا يعني بحس انا متفرج عليهم يعني اشرح لنا برضو لان الناس كتيرة مش هتبقى يعني ما هو يعني مثلا انا عن نفسي لما اتفرج عليهم بحس انا بستمتع كده بس، فهو يعني احب طريقه لعبه، بيعرفوا يعملوا فينت كويس مثلا ازاي بصيها اللي جنبه ازاي يشوطها، فطبعا احب اتعلم منه، اتفرج على ماتشاته اتعلم منه بس يعني احب ستايله كده مش حاجه معينه يعني. لا لما حد بيشوط عليك يا محمد من قدامك بتبقى اسهل ولا برضو صعبه؟ من بره ولا في اللي من بره يعني. من بره من التسعه لا هي على حسب، هو الموضوع ده بيبقى لازم يبقى فيه تظبيط مع الدفاع، لان هو اللعيب لما بيشوط من بره بيرفعه قدام فانت ما بتبقاش شايف بالظبط، هو احنا ممكن يبقى البلوك بياخد زاويه وانا المفروض بروح على زاويه، بس دي لو كره ثابته، لكن لو مش ثابته بالظبط فاحنا هي بتبقى صعبه، فانا لازم العب على وضعيه المدافع اللي قدامي برده، ممكن المدافع ما يقفلش الزاويه اللي انا عايزها، الاقيه قافل زاويه ثانيه والكره تشط من جنبه، فانا لازم ابقى متابع مع الدفاع اصلا هو بياخد انهي زاويه بالظبط، وانا بروح وبحاول على قد ما اقدر ان انا العب على مسار الكوره، يعني ما اروحش انا على زاويه، الكوره ممكن بريست ايده اللعيب اللي بيشوط بيغير اتجاه الكوره، هتبقى بالنسبه له سهله قوي يعني. فهي طبعا على حسب برضه ليفل الفرق اللي قدامك الموضوع بيبقى اصعب برضه. يعني فوكس دايما بيعمل الفنتات دي وهو رايح، وبعدين وانت بتشوط تعمل كده تحطها الناحيه الثانيه، انا بلاقي الجون فعلا راح شمال مثلا والكوره جت يمين. لا ميحة كده كده ما شاء الله يعني ما فيش حاجة صعبة عليه. بس دي مهارة لاعب، هو فوكس عشان مهاري بس فبيقدر يعمل الحاجات دي. فوكس من اللعيبة المهاريين صح؟ لا فوكس لعيب كبير طبعا، هي ممكن الإصابة تكون عطلته شوية، بس هو يعني ما شاء الله راجع أقوى من الأول كمان يعني. هي إصابتك كانت فين؟ في كأس العالم اللي هو مش اللي فات اللي قبليه، ماتش بنفيكا. بنفيكا لا أنا عارف الإصابة في إيه؟ الركبة، الرباط الصليبي. الصليبي هو الصليبي، وبعدين عشان الملعب ناشف فالعوده بتبقى صعبه كمان صح؟ انت قصدك الملعب، انت قصدك الملعب في النادي؟ لا مش في النادي، عموما اللعب غير على النجيله غير على الحاجه تانية يعني. هو طبعا بيبقى ليها خطوات يعني، ان انا ما انزلش مره واحده على الملعب، طبعا تنزل اول طبعا. تجري على النجيله، تجري في الميه، واحده واحده تنزل تجري في الملعب، وطبعا لازم طبعا اي حد راجع من الصليبي ركبته بتوجعه في الاول، بس عادي يعني ليها خطوات والحمد لله يعني رجعت احسن الحمد لله. بتفكروا بقى في اللي جاي ازاي؟ لا طبعا يعني كابتن ياسر هو بيتكلم قال لك اللي جاي صعب جدا. اكيد طبعا احنا عارفين حاجه زي دي، احنا طبعا بناخد الفتره دي طبعا بنحاول نفصل فيها، بحيث ان احنا لما نيجي نبدا فتره الاعداد في الموسم الجديد بنخش بدوافع اكبر وباهداف اكبر، بنجدد دوافعنا من تاني. وزي ما قلت لحضرتك احنا كلاعبه النادي الاهلي انت ما ينفعش تفكر ان انت تكون غير رقم واحد يعني. طبيعي ان احنا داخلين الموسم الجاي احنا عايزين نكسب كل البطولات. عايزين البطولتين اللي وقعوا مننا الموسم ده احنا الموسم الجاي لا هنكسبهم زياده عن الاربع بطولات ان احنا كسبناهم يعني.
ده بيبقى كل تفكيرنا طبعا، بناخدها خطوه خطوه من بدايه فتره الاعداد، وبنشوف كل واحد النواقص اللي عنده ايه وبتحاول تشتغل عليها. واعتقد ان احنا ان شاء الله الموسم الجاي كمان نقدر نحقق يعني احسن من اللي احنا حققنا السنه دي. فوكس السنه الجايه بالنسبه لك ايه؟ ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تبدا الموسم بشكل جيد وتبدا فتره الاعداد بشكل جيد. بتفكر في ايه السنه الجايه؟ ان شاء الله احنا طبعا هنركز دلوقتي الاول، فكان كابتن ياسر بيقول عندنا معسكر بره مصر، فطبعا شايف دي بتبقى حاجه كويسه في اول الموسم عشان احنا بيبقى في احتكاك مع اللي هي المدرسه الاوروبيه. بنرجع على بطوله افريقيا وبعديها كاس عالم، فطبعا بالنسبه لي اول بطولتين دول بيبقوا اهم بطولتين، عشان لما بنكسبهم يعني زي الموسم ده كسبنا بطوله افريقيا اديتنا دافع للموسم كله، مبسوطين مرتاحين، عامه العلاقه ما بيننا وبين بعض كويسه، ما بيننا وبين المدرب كويسه، فطبعا الموسم بيمشي كويس انا شايف كده. لو حصل حاجه في اول الموسم طبعا الدنيا بتعقرب، بنبقى مثلا متوترين اكتر، قلقانين. فان شاء الله نبدا الموسم كويس ونكمل وناخد اكتر عدد بطولات ان شاء الله. اخيرا لو حد فيكم حابب يقول كلمه بقى لجمهور النادي الاهلي. انا طبعا حابب نشكر طبعا جمهور النادي الاهلي على كم الدعم اللي هم بيقدموه لينا. احنا قبل ما نبدا الماتشات البلاي اوف اخر 3 ماتشات كميه رسائل دعم كبيره قوي من الجمهور كانت بتجيلنا، واحنا حاسين بيهم طبعا ان هم نفسهم يشوفوا كره اليد ناجحه دايما. حقيقي. واحنا مقدرين حاجه زي دي وبنسعى لها بكل جهدنا، واحنا في مننا كتير اصلا في الفرقه يعتبر من جمهور النادي الاهلي كمان يعني، فاحنا حاسين بيهم وبمشاعرهم، فبشكرهم طبعا على ان هم واقفين في ظهرنا دايما وفي ظهر النادي الاهلي في الخساره قبل المكسب، وهو دايما ان شاء الله يكون اعظم جمهور في الدنيا زي ما هو يعني على طول كده. حقيقي. فوكس ان شاء الله ما تبصش الناحيه الثانيه. بص شويه بقول لك ان شاء الله طبعا نقدر نسعدهم ونعمل كل اللي نقدر عليه، وزي ما ميحا كان بيقول يعني هم كانوا واثقين فينا، وحتى بعد ما خسرنا بطوله افريقيا شفنا كل الدعم ومحدش شك في قدراتنا، وعشان الدوري كان بعديها على طول، والحمد لله قدرنا نفرحهم ونفرحهم على طول ان شاء الله. يا رب دايما تفرحونا ويا رب دايما تبسطونا، واحنا دايما في ظهركم، وقناه النادي الاهلي دايما في ظهر رجالتها وفي ظهر كل اخواتنا واللاعبين اللي بيلعبوا والنجوم اللي بيلعبوا في كل العاب الصالات مش في كره اليد بس، ولكن كره اليد الحقيقه فيها جزء كده دايما بنحبه. عموما انا بشكرك يا ميحا على وجودك معانا، والف الف الف مبروك، ان شاء الله السنه الجايه تبقى افضل وافضل دايما. الله يبارك في حضرتك. كنا طبعا مبسوطين ان احنا موجودين مع حضرتك النهارده وفي قناه نادينا، طبعا سعداء جدا ان احنا موجودين، وان شاء الله الفتره الجايه كلها نجاحات للنادي الاهلي. شكرا يا فوكس على وجودك معانا، سعيد جدا بوجودك معانا، وان شاء الله ربنا يكرمك السنه الجايه وتبقى سنه جميله. الله يخليك ان شاء الله، انا اسعد وانا مبسوط انا قعدت مع حضرتك. متشكر جدا، شرف لينا ان انتوا تبقوا موجودين معانا. شكرا لنجومنا الكبار اللي دايما بيشرفونا ودايما بيبسطونا، وزي ما حضراتكم سمعتوا ان شاء الله ان شاء الله كرة اليد ان شاء الله ان شاء الله في ايد امينة. خلونا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل استاذنا الاستاذ عصام شلتوت والاستاذ محمد ابو علي في ضيافة البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خليني ارحب بضيوفي وضيوف حضراتكم في هذه الفقره. الاستاذ الكبير الاستاذ عصام شلتوت. ازيك يا استاذ عصام؟ ازيك يا استاذ؟ كل سنه وحضرتك وحضرتك طيب. طيب استاذ عصام. ايضا الاستاذ الكبير، ايضا استاذ محمد الكبير الصغير بقى في السن، استاذ محمد ابو علي. انا بكره كمل 45 سنه، خد بالك مش الصغير عشان لا الصغير بالنسبه لي وبالنسبه لكل الناس يعني. استاذ عصام اصغرنا. كابتن ما شاء الله، استاذ عصام بيصغر ما شاء الله، كبير مقام يعني الراجل. طبعا طبعا كلنا استاذ عصام بنتعلم منك انت كبير. العفو كابتن، العفو كابتن، ربنا يخليك. استاذ عصام خليني ابدا مع حضراتكم وكلامنا عن منتخب مصر و 10 نقاط في هذه المجموعه الاولى أو المجموعة اللي بيتصدر فيها منتخبنا الوطني كل الفرق أو كل المنتخبات اللي موجودة فيه، وبالتالي 10 نقاط اللي بعدك 6 نقاط بغض النظر عن الأسماء. شايف الفترة أو بداية كابتن حسام حسن إزاي؟ أنا بقول الكابتن حسام لسه ما بدأش، لأنه لما الكابتن حسام يعني يروح في سكة يا جماعة افرحوا وكذا، خفف على نفسك اللود. انت عندك حوالي 200 حاجة و80 يوم قادمين، ممكن تكون جمعت الفريق، شفت في اجندتك ومعاونيك طبعا وكلهم ناس محترفة ومحترمة افضل ما هو متاح. لكن انت كحسام حسن تعي تماما، محدش بيغير التكتيك وسيستم اي فريق في الدنيا
سريعا مارش يعني. وبالتالي في اللي جاي, وده اللي كنت يعني حابب اقول ان الكابتن حسام كان لازم يطمن الناس بيه, لان عارف انه هيعمل كده, يشتغل بقى على معدلات العمر مين مكمل معاه ان شاء الله, لانه احنا يعني 9 مقاعد ونص مقعد, ما فيش حد هيبقى يعني بيشك في الحكايه دي بقى يعني, الا بقى لو ياما الكرويه قامت وقالوا ما فيش كاس عالم مثلا. وبالتالي مرحله بقى اللي جاي ازاي هيقدر يخلي المنتخب بقدر اسماء لاعبيه ووجوده يقدم كوره فيها بقى هذا الفخر الكروي لينا, خاصه انه كمان عنده امم افريقيا, وبالتالي محكات كثيره جدا وفتره مهمه وايام الاجنده لازم يلاقي لنفسه مساحه فيها في الاجنده بالظبط, ويعمل جدول لمباريات من العرض الثقيل طبعا ان امكن, انما ما يفوتهاش, لانه كل اللي انت عايزه يا كابتن حسام في اللي جاي ازاي تطبق قواعد تواصل الاجيال معاك مع التيم بخبره بنفس تكوينه اي فريق, خبره وسط شباب, ثم تذهب وفورا نحو المنتخب الاولمبي وتلحق لنا منه لعيبه, علشان فعلا يبقى في وجودك انت باذن الله تبقى رحت كاس العالم لاعبا ومدربا يعني. صحيح. مش اي حد بيروح المساحه دي ما شاء الله. انا بقول 280 يوم او يعني لغايه شهر اغسطس اعتقد او 9 لا ستة. مساحه جيده, وانا اعتبر انه لملمت اوراق حسام السريعه مع الماتشين اللي لعبوا من الرسمي طبعا لا لازال مستنين منه تاني. ابو علي, انا شايف يا كابتن قطعنا شوط كبير جدا خاصه بعد تعثر بوركينا فاسو, كان الناس كلها بعد التعادل امام غينيا توقعنا الموضوع يتصعب علينا ونروح مع بوركينا لحزبه بيرما بقى زي ما بيقولوا, لكن تعادل سيراليون مع بوركينا فاسو يعني قربنا خطوه بمنتدى غريبه برضو. خلينا اتفرجت على الماتش اتفرجت على شويه يعني 2-0 بعد كده بيرجعوا في بدايه 2-0 ويكسبوا مثلا في الـ في, الـ في الشوط الاول كتير تكسبوا 20 الشوط الثاني شوط غريب صح شوط غريب الشوط الثاني سيراليون بتجيب جون في بدايه الشوط الثاني, وفي الدقيقه 88 بيجيبوا الهدف الثاني من تصويبه فبيتعادلوا فبيدونا الامل ثاني. انا شايف منتخب مصر في مباراتي بوركينا وغينيا لعبنا شوط وشوط. الماتش بوركينا لعبنا الشوط الاول كويس جدا, بدانا بدايه اكثر من رائعه, سجلنا هدفين, الامور كانت في المتناول, كنا ممكن نسجل اكثر من هدف. الشوط الثاني ما اعرفش تراجعنا ليه بالرغم من ان احنا المفروض نازلين مستريحين. ماتش غينيا برضو الشوط الاولاني يعتبر كنا بعيد جدا وادينا غينيا مساحه ان هي تسجل وان هي يعني تكسب ثقه على حسابنا في الشوط الاول. تغيير امام عاشور في الماتش الثاني مع في الشوط الثاني مع الكابتن حسام يمكن غيرت من شكل المباراه شويه وقدرنا نرجع عن طريق الهدف اللي سجله صلاح. فانا شايف احنا قدامنا كابتن فرصه يعني عظيمه جدا ان احنا ربنا يكرمنا ونصعد ليه كاس العالم, خاصه ان احنا الفرق اللي معانا في المجموعه ما فيش فريق فيهم بيلعب على ملعبه يا كابتن. صحيح. يعني انت هترجع في شهر مارس وانت لعبتها خلاص وتعادلت معاه, انت هترجع في شهر مارس هتلعب اثيوبيا وهتلاعب سيراليون بتهيألي او جيبوتي جيبوتي يعني كان معايا الجدول الجدول في شهر مارس عندنا ماتشين هنلاعب سيراليون, هتلاعب اثيوبيا بره في شهر مارس, وبعد كده نلعب سيراليون في الجوله السادسه هنا في مصر, بعد كده نخرج لاثيوبيا او نلعب اثيوبيا في مصر, وبعد كده نخرج لبوركينا فاسو ده في سبتمبر ان شاء الله. ربنا يكرمنا في ماتش بوركينا فاسو لو قدرنا نعمل نتيجه ايجابيه, وبوركينا بتلعب مره لعبوا في المغرب ومره لعبوا في مالي مختارين ملعبين بالظبط ومره بيلعبوا في مالي, ففي كل الاحوال مش هيلعبوا على ملعبهم. نفس الكلام اثيوبيا ما بتلعبش على ملعبها, نفس الكلام جيبوتي ما بتلعبش على ملعبها, ففرصه عظيمه جدا ان احنا نحسم من بدري. ولو ربنا كرمنا وكسبنا الماتشين الجايين وبوركينا تعثرت في اي مباراه اتوقع ان احنا نصعد بسهوله. بس هنا كابتن لازم نشتغل. انت دلوقتي بتتكلم في 9 شهور يعني اول مباراه لمنتخب مصر تصفيات كاس العالم قدام اثيوبيا بعد 9 شهور. لو تفتكر يا كابتن كنا بنتكلم من قبل ما التصفيات تبدا ان دايما المشكله الازليه او الابديه اللي بتقابلنا ان احنا على مدار التصفيات ساعات بنبدا كويس مع طول التصفيات كنا بنفقد لعيبه مهمه, كان في لعيبه مستوى بيتراجع, كان في تغييرات بتحصل, فكنا بنقع في بعض الماتشات السهله. اتمنى ان الكابتن حسام خلال 9 شهور دول يجهز لعيبه تقدر تبقى معاه فتره طويله, يتابع اللعيبه الصغيره بتاعه المنتخب الاولمبي هو ده يصعد بالظبط ده اللي احنا محتاجينه يصعد منهم
ده الاهم بين وبين يصعد يعني منهم لعيبه يبقوا معاه صف تاني او يشرك منهم مجموعه في الماتشات عشان الاستمراريه من هنا ل 26. في لعيبه ممكن تكون يعني معاك في الفرقه كبرت او في لعيبه بطلت او في لعيبه لا قدر الله في اصابه، يبقى عندك اللعيبه الصغيره تقدر تعمل معاك الاستمراريه سواء في كاس العالم باذن الله في حاله الصعود او في بطوله امم افريقيا. طيب ان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. استاذ عصام نروح للنادي الاهلي. النادي الاهلي هتلعب دلوقتي كل تقريبا 72 مباراه 72 ساعه يومين وفي الثالث تلعب زي بتاع الليله الكبيره كده شارعين وفي الثالث تكسر. مش عارف بس بيني وبينك انا برضو ان انت تلعب 9 مباريات في 28 يوم ولا في 27 يوم؟ 28 يوم اعتقد الموضوع صعب جدا. 9 مباريات في 28 يوم، يا رب بس يظلوا محتفظين بهذا الرقم، لانه الاهلي حين يعني تستدعيه فكره البطولات الكبرى لابد ان يشارك. صحيح. هذا هو الكبير، ما باليد حيله، حيله كمان لاعبيه يطلبوا في المنتخب، دي الحاله الوحيده اللي بتوقف يعني الاهلي اولا، لا المنتخب اولا، بتحصل للتكرار يعني مش هنقعد نقولها كل شويه. كاس العالم للانديه خير وشاهد يعني لعبت بباقي الفريق الى ان استعدت الدوليين، ومع ذلك انا بقول لحضرتك انه يا رب بس تقف على كده، ما يحشروش بقى كمان ماتشات تانية وحاجات كده. لا لا انا بقول لحضرتك كمان الاهلي هيبقى عنده مشكله كبيره جدا جدا في وقت من اذا صحت الاخبار والشائعات اللي بتقول ان مدير ماتشات الكاس، لا لا المدير الفني للمنتخب الاولمبي للمنتخب الاولمبي بيقول محتاج عبد المنعم وعاشور، فلو لو مدير المنتخب طلع كابتن ونفى الكلام لو ده صح. ما انا بقول لو 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 هي دلوقتي ما ممكن يبقى محتاج الشناوي، ممكن يبقى محتاج شوبير، ممكن يبقى محتاج ما مش عارف، ما حدش عارف. انت بقى لو وصلنا واغلب يعني المحللين تكلموا عن جون بحجم يعني الشناوي ثم شوبير كحراس يعني هم الافضل تحديدا، حتى يعني انا سامع حتى الكابتن عادل طعيمه كان بيقول انه افاده لهذا المنتخب ان يكون معاه حارس دولي بحجم الشناوي، فانت بقى هي بالون اختبار ولا ايه الله اعلم. بالظبط. لكن بالمناسبه يعني ما حدش بقى يطرق بوابات الوطنيه وانه ده شان وطني. البطوله دي لو ان لدينا هنا من يخطط مع احترامي للجميع كان يبقى عندنا مسابقه 23 سنه عشان اللعيبه دي تبقى بتحتك، عشان ده السن الاولمبي ودخول النجوم في الاولمبيك جيمز يا كابتن وحضرتك فاكر واكيد محمد لان دي شغلتنا، كان للتسويق مش عشان تاخد نجم من النجوم او فاته في عمره انه يشارك في الاولمبيك جيمز بدوائرها الخمس ايام ما كانت الرياضه لا تهدف للربح. فانت ما تجيش تقول لي ان املي متعاظم على اللعيبه اللي هم لعيبه الفرق الاولى يعني ونجوم البلد عموما بغض النظر عن لون التيشيرت، وتقول لي لا في لعيبه محترفين كده بلاش يعني ايه كده بلاش، وفي محترفين في يعني اتكلموا مع المحترفين، شايف المحترفين يبقوا افيد بغض لو يقدروا ياخدوا المحترفين ما يعني. لا اصل الموضوع البالونه طلعت ازاي كنت مراقبها، البالونه طلعت في سكه يا دول يا اما ما حدش يسالني. شوف بقى بقيه الجمله، ما احنا السم في العسل بقى كفايه كده يا جمهور الاهلي، خلي بالكم ان الدنيا بتروح في سكه الاهلي الكبير وبتاع بس واحده كده يا دول يا اما ما حدش يكلمني على المنافسه. ازاي يعني ازاي يعني ما اظنش الراجل ده، الراجل ده له تاريخ وله سي في، ما اظنش يكون يعني قالها بالشكل ده. لا انا لسه طبعا بدري افيد ناس لسه لم يتم الاعلان. وجهه نظر كابتن اسلام وجود محمد صلاح وتريزيجيه ومعاهم زيزو يعني ده يبقى مفيد للمنتخب اكتر من وجهه نظري. كويس انك قلت صلاح لان اول حاجه قالها فلتتحدثوا مع ليفربول امبارح. والله انا طبعا اول حاجه لازم لا مانع لدي فلتتحدثوا مع ليفربول لو ليفربول وافق لانها بره الاجنده طبعا طبعا مش تيالي هي حقيقي هي بره الاجنده مالهاش علاقه. اهم حاجه بقى فيها كابتن انه ده ما فيهوش اي حاجه من اللي بيتوزع هنا على الجمهور الطيب اللي بيحب بلده، لان معموله للسن ده اساسا. صح. ومن يمكنك انك تكون واخده معاك من اللاعبين الكبار يعني او فوق السن يعني. طيب انا شايف كابتن الاهلي داخل على فتره صعبه جدا زي ما حضرتك قلت وذكرت، ضغطه ماتشات باللعب فاركو وبعد كده باللعب بالاتحاد في اسكندريه في ظرف قاعدين الفرقه قاعده هناك ان شاء الله. وفي كلام ان هم ممكن يرجعوا عشان العيد الاضحى ما اعرفش بقى يعني صحيح عشان العيد يعني كان في يعني فكر ان هم يقعدوا هناك يعملوا معسكر لكن عشان عيد الاضحى او الارتباطات وكل عام طبعا وبلدنا مصر ام الدنيا بخير فكروا ان هم يرجعوا يعملوا يعني عوده ويتمرنوا هنا تمرينتين وبعد كده يرجعوا تاني عشان مباراه الاتحاد.
بعديها اللعب الداخليه، بعديها اللعب الزمالك، بعديها يعني في ضغطه ماتشات قويه جدا. مطلوب من مارسيل كولر الفتره الجايه انه يعمل الروتيشن ويعتمد على اللعيبه اللي يعني او التدوير اللي هو بيعمله بقاله فتره وماشي كويس مع الفريق، مع الحفاظ على القوام الاساسي للفريق. وعشان كده كابتن يمكن الراجل ادى اللعيبه الدوليين 48 ساعه راحه، ما يعني ما فضلش ان هو يشاركهم في التدريبات. هيبقى اول تمرين بكره، هيبقى اول تمرين ليهم بكره، ويطلعوا من المعسكر على طول على اسكندريه عشان مباراه فاركو. ومع ذلك النهارده عبد المنعم وعمر كمال كانوا موجودين في التمرين وعملوا جلسات في الجيم. يعني كانوا حريصين ان هم يزودوا ما يعودوش اكتر، خاصه اطول من كده صحيح عشان ما لعبوش كتير. يعني عبد المنعم لعب وعمر اللي ما لعبش، بس صحيح. عبد المنعم بيحب دايما يزود يعني. فالفتره دي فتره صعبه جدا، محتاجه الدعم من جمهورنا، محتاجه اللعيبه تبقى مركزه. فقد اي نقطه خلال الماتشات الجايه كابتن اسلام يعني بيخلي بطوله الدوري لسه بدري وعندنا ماتشات كتيره، بس بيخلي الموضوع ممكن بدل ما احنا نكسب ماتشاتنا نبقى في الصداره، ممكن يخليك تستنى بقى نتائج الفرق الاخرى. فانا اتمنى ان اللعيبه يعني تاخد الماتشات كل ماتش ببطوله. كل ماتش بالثلاث نقط، الثلاث نقاط بتوعه، ناخدها خطوه خطوه كده لحد ما ربنا يكرمنا ونحافظ على بطوله الدوري الممتاز باذن الله. الحفاظ على بطوله الدوري الممتاز هو مبتغى النادي الاهلي، ولكن مؤكد في ظل ظروف يعني احنا شايفين اللعيبه اللي راجعه من المنتخبات سواء بيرسي تاو او وسام ابو علي و نعم؟ الراجل وسام ابو علي اول مره التحق بمنتخب بلد وبلدنا كلنا طبعا فلسطين العظيمه. يعني يصاب بيرسي تاو يرجع لك من جنوب افريقيا مصاب، دواليك بقى يعني. الحقيقه هو ده الحقيقه قدر النادي الاهلي برضه عشان نقول. لكن الناس لازم تعرف انه الاهلي في ظل كل هذه المنافسات، يا جماعه الخير، يا جمهور الاهلي يلي عنواننا الرئيسي باذن الله تعالى جمهوره داحمه، الاداره تعمل بملفات. لو حضراتكم شايفين انه حد بيقول ما فيش، لانه ما فيش حد هو اللي بيطلع يتكلم، في ملف عند كل حد، في مواعيد للاجتماعات. فكر كده، هو الاهلي مهم جدا ما شاء الله خسر حاجه، ما خسرش اي حاجه خالص، ما شاء الله ما شاء الله. وانت بيتحط لك بقى سم في العسل بقى، معقوله تسكت والتاني مش عارف قدم فيك ايه؟ الاهلي المؤسسة ما ينفعش. وقال لك كان كابتن ربنا يجيبه بالسلامة كان زمانه على طول بيطلع هو، انتوا قيسوها، لازم تخلي بالكم من حكاية السم في العسل. الكل بسبب اللي عرضوا علينا الكابتن اسلام وتكلمنا فيه انا والزميل محمد ابو علي، انه فكرة 28 يوم يشهدوا 9 مباريات بالاضافة لمنافسات اخرى كمان وحمية اللي بيلعبك، محتاج بقى يضايقك فانت تضغط، فالفرقة تفكر في حاجات تانية. صحيح، تشجيعك لفريقك، إيمانك بمؤسستك اللي ما خسرتش حاجة خالص، ما شاء الله. ده الحل الوحيد إنك تصفي العسل من السموم. والله كده. طيب على الجانب الآخر، بمناسبة اللي ما تقلقوش على النادي الأهلي برضو، أبو علي سفر كابتن خطيب وبعض من جمهور النادي الأهلي بيسأل عن إنه كيف سيدار النادي خلال المرحلة القادمة، وهي مرحلة مهمة جدا. وانا الحقيقه جاوبت على هذا الامر، ان قلت انه النادي الاهلي هو نادي المؤسسات. بالظبط، لسه كنت اقول لحضرتك كابتن، اي نادي بيدار بالنظام. كابتن قال لي هو في مرحله مش مهمه جدا في مش النادي الاهلي، يعني عارف اللي هو امتى مفيش. اي نادي بيدار بالنظام المؤسسي بينجح، ولو غاب عضو باهميه الكابتن محمود الخطيب وثقل الكابتن محمود الخطيب اكيد بيبقى مكلف، وهو اللي موزع ومكلف. صحيح، لسه بقول لحضرتك اكيد مكلف السادة الأفاضل أعضاء مجلس الإدارة ببعض المهام، بحيث الناس تبقى متابعة وعارفة. أكيد الناس هتبقى على تواصل مع الكابتن محمود الخطيب في رحلته، إن شاء الله يرجع بالسلامة، ربنا يطمنا عليه. يعني أنا إمبارح أستاذ عصام يمكن شاف واحد بيقول لي أنت بتطبل للإدارة، قلت له أنا ما طبلتش. يا سيدي ماشي، ما إحنا على فكرة. لا ثواني بس يا كابتن، ويقول لي قلت له طب أنا لو ما طبلتش يعني لو ما طبلش الناس في النجاحات دي كلها هطبل لهم يعني. لا لا هو مش اذا احنا بنطبل الحقيقه، قصدي بنطبل. انا ماخد بحاول افككها له زي ما هو ما قالش ان هذه هي المؤسسيه وهذا هو حسن الاداره. ده بيقول على مين يعني؟ انا ماخد كل البطولات دي. انا عندي نادي ناجح في كل شيء، في كل شيء، ده على مستوى وانشائيا. لا ده على مستوى كمان يا كابتن، حتى الالعاب الفرديه. احنا لسه قلنا يدقم الكابتن يعني بزياده في ان اللي بيسمع يشوف. لا بالعكس، ما هو انا لو ما عملتش كده يبقى انا غلطان طبعا يا كابتن. ومع ذلك انا لما باجي مثلا اكلم حد من اعضاء مجلس الاداره هنا على الهواء على فكره، وانا ببقى حابب ان انا برضو، لانه المجهود اللي بيعملوه مش بيبقى واضح للناس، حتى الكابتن خطيب المجهود اللي بيعملوه ما بيبقاش واضح للناس، ولكن فبتطلع تقول ايه يا جماعه حقكم، يقول لك يا جماعه ده
كل اعضاء مجلس الاداره يقول لك ايه وغير كده ردهم كده. ايه غير كده ردهم ايه يقول لك ايه يا جماعه ده نتاج احنا ايه خسرنا بطوله من 28 بطوله فاحنا هنفكر ازاي خسرنا البطوله انا 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 لما اخد كم الرهيب ده من البطولات في مختلف الالعاب سواء كره القدم او الالعاب الجماعيه او حتى الالعاب الفرديه لما انجح على المستوى الانشائي لما انجح على المستوى الاجتماعي لما انجح صحيح. على مستوى النشاط الرياضي لما انجح على مستوى الفروع حتى وان انا اعمل استاد للنادي الاهلي واخلص خلاص شفنا كلنا الشركه او القلعه الحمراء وشفنا ال 15 شركه اللي موجودين جواها كل النجاحات ده كابتن او ال 16 شركه اللي موجودين تجمع وتحته 13 اللي هو القلعه الحمراء وتحتها 13 بالظبط فما اشوف النجاحات دي كلها وما اتكلمش طب ما يعني ما هو انا من الظلم ان انا ما اتكلمش عن الناس دي وما اتكلمش عن النجاحات بتاعتي الناس برضو بتاخد على 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 عاتقها ان يقول لك ما اشوف الاخر بيتكلم طب انتوا في ما هو اجتماعي ما هو جماهيري لما الجمهور طلب انه لازم الملعب يتملى والاداره عملت ده طلع حد قال لكم لو تم بحول الله ان احنا خلينا الملعب يعني تزيد السعه خالص لان ده دور الكابتن ومجلس الاداره والاداره التنفيذيه واللي جنبها وانت ماشي كده علشان ينتجوا ويتحط كله على طاوله المجلس يتحول لحضراتكم في صوره نتائج زي ما الكابتن اسلام قال يا جماعه انت النهارده حد سمع عن اي ما يمكن ان يكون ازمه داخل النادي الاهلي بين اداره واداره بين مثلا على لساني بين وبعدين والله العظيم يا كابتن اسلام عارف لو حد راجع على مدار دورتين في ما تعرفش ان حتى خلاف واحد حصل او مش الكلام ده من 6 اشهر لو انت فاكر في غرف اللبس فلان وعلان وتلاقي فلان وعلان بيلعبوا ده النهارده وما تخنقوش مع حد قصه مش المفروض ان انا احكيها كلمت او لقيت حد بيكلمني من الناس اللي هي غاويه ترند يعني هبقول لكم مين يعني بعد ما نخلص من ايام ما كانت قصه قفشه وبتاع فلقيته انت بتسخن وبتعمل وبتاع طول انا ولا بسخن ولا بعمل انت طالع تقول ان قفشه وكولر اتخانقوا مع بعض وقفشه شال هدومه ومشي صح قال لي قلت له طب خليك معايا فجبت قفشه معايا على التليفون الله انا قلت الكلام ده على الهوا من شويه جبت قفشه معايا على التليفون يا قفشه هو انت كذا كذا هو كان حكي لي طبعا قبلها وانا سالت طبعا الناس كلها موجوده فيعني انا عارف وقفشه ما بيكذبش قال لي يا كابتن حصل 1 2 3 قلت له سمعت قال لي سمعت قلت له هتقول ايه بالليل لا لا على تويتر ولا على مش عارف اسمه يوتيوب ولا مش كل عارف الروافد. اي حاجه بقى اللي انت عندك قال لي لا والله اقسم بالله لم يتكلم على الرغم من ان هو كان عامل قصه من وحي الخيال طبعا لم يتكلم الحقيقه من الحاجات ومن هنا انا بصمت بالعشره ان الناس دي بتشتغل عكس الاتجاه الجماهيريه هي النادي لا الأهلي. بتشتغل الترند فقط أيوة لا بتشتغل على امانه الامانه الكلمه لا ما تجيبش عدد الموضوع بيتحول يا جماعه لفلوس ما حدش يزعل والفلوس مقابل الجهد مش عيب لكن انت لو قلت اللي احنا قلناه ده الدخول مش هيبقى كتير خلينا احنا برضو حرفيين زيكم وبالتالي ما افضل ان انت تقول ده ومديها حته هنا لا بس الخطيب لازم يتحرك لا بس خالد مرتجي فين لا بس دكتور سعد شلبي ازاي مش عارف انه مرافعه ده مين هم ما فيش فين الدعوه ما تفهمش يعني ولا اي حراك من النوع ده غير ان النادي الاهلي يملك قوه اسمها جمهوره والسلوجان ان جمهوره ده حماه بيخليهم يروحوا للمساحه دي لانه انت بتحقق منها مكاسب كأنك بتبيع تذاكر زي ما حضرتك قلت الترند واسمع بقى من كده كتير وبعدين ولا مره حاجه تتنفذ ده في ناس بتوعد الجمهور يقول له طب اصبر كده كمان سنه ونص اما امامي يرجع تاني يعني انت عندك خبر بعد سنه ونص هيتحقق ما عشان ما حدش يحاسبه بقى اما يعني صحيح الحقيقه لا حول ولا قوه الا بالله يعني عندنا يوم الجمعه مباراه مهمه ارجع للكوره شويه نعم مباراة فاركو مباراة مهمة مباراة جدا مباراة مهمة مؤجلة من الأسبوع ال 11 عندنا تحدي المؤجلات ده صعب جدا برضه أبو علي المؤجلات عموما بقى مش يوم الجمعة بس لازم اللعيبة كابتن يتم تأهيلها نفسيا بشكل جيد لأن المباراة دي صعبة جدا لا مكان أو يعني وضع فاركو في بطولة الدوري هيأكد إن المباراة سهلة ده بالعكس هيصعب المباراة ماتش الأهلي دايما وحضرتك تعلم ذلك يا كابتن وأستاذ عصام دايما بيبقى يعني الماتش اللي بتستناه فرق معينة طول طبعاً. السنة فالحافز بيبقى اقوى والدوافع بتبقى اقوى والتالق بيبقى اقوى فماتش هيبقى صعب مش سهل صحيح يعني الا لو احنا سهلناه على نفسينا بقى زي مباراه الاتحاد كده وسجلنا هدف في الثاني فالدنيا الدنيا هديت بتخلص من بدري حتى الراجل يعرف يريح بعض اللعيبه فلازم اللعيبه تاخد زي ما بقول لحضرتك كابتن الماتشات دي كل ماتش اكنه بطوله
تخلص 3 بونت بعديه تخلص 3 بونت بعديها عشان من غير ما حد يحس كده تلاقي نفسك كسبت كل المؤجلات بتاعتك والماتشات اللي المفروض كنت تلعبها في فتره بطوله دوري ابطال افريقيا او الارتباطات بتاعتك الافريقيه. انا عندي ثقه يعني ملهاش حدود في لعيبه النادي الاهلي وفي الجهاز الفني اللي قدروا يكسبوا بطوله افريقيا ويكسبوا فرق كبيره بحجم يعني مازيمبي والترجي وكل الفرق اللي قابلناها في دوري ابطال افريقيا. اللعيبه اللي قدرت تاخد ثالث العالم، اللعيبه اللي بتعمل الريكورد العظيم ده في البطولات القاريه خلال الفتره اللي فاتت، تقدر ان شاء الله تكمل وتحافظ على لقب بطوله الدوري زي ما حافظنا على لقب دوري ابطال افريقيا مؤخرا بعد الفوز على الترجي. فلازم اللعيبه تنزل كابتن تنسى بقى كل حاجه، فكرش في اي حاجه غير ان كل ماتش زي ما بقول لحضرتك كده يعتبروه زي ماتش الترجي اللي كان هنا الاخير اللي كسبناه بهدف رامي ربيعه، ده بطوله، الماتش اللي بعديه الاتحاد بطوله، الماتش اللي بعديه الداخليه بطوله، ماتش الزمالك بطوله، ورد على حاجات كتيره جدا ان شاء الله يوم 25 في مباراه الزمالك. ففتره صعبه وعندنا من الشخصيات عند اللعيبه والاسماء والخبرات اللي تخلينا ان شاء الله نعديها على خير. طيب بس راجل يعني انشيلوتي معلش انا اسف، بس يا كابتن النقطه اللي لازم ناخد بالنا منها التحكيم، يعني التحكيم هتكلم عن التحكيم ولكن كتير قوي خلال الفتره اللي فاتت، لازم الفتره دي نركز ونبقى مفتحين عينينا كويس في حته التحكيم، عشان التحكيم ممكن يعني ببعض الاخطاء اللي حصلت قبل كده في ماتشات شفناها زي ماتش البنك وزي ماتشات سابقه ممكن يعطلك في مسيرتك. طيب انشيلوتي بس كان له تصريح عشيه التشامبيونز ليج النهائي واتحدث عن لعب النهائي بقوه ويلعب النهائي وعارف انه يدرب الريال وانه لازم يضيف دولاب بطولات خاصه وان الاهلي المصري ينافسنا. حدش قال الحاجات دي ليه؟ انا مش فاهم. مش احنا يعني انما برانا قالوا يعني طبعا لكن احنا يعني هنا في القناه لا طبعا، لكن انا بقول ايه على من يعني طول النهار مروش الا بلدين الاختبار اياها وهنسميها كده تادبا، انت عايز ايه يا عم بقى؟ في اكتر من كده برضو ده ضد، وبعدين يقول لك انفنتينو قلب على الاهلي، فتاني يوم تلاقي كابتن خطيب بيسلم على انفنتينو يقول له تعالى عشان تحضروا النادي الاهلي ومثل منطقه الشرق الاوسط لما راح امير الارسنال. يا جماعه يا جماعه صدقوا ان انتوا الاهلي بجد طول عمركم عايشين على ده. طيب هنطلع نشوف هذا التقرير عن مباراه فاركو ونرجع نكمل مع حضراتكم مره ثانيه. طيب استاذ عصام، تم اعلان مواعيد بطوله دور ال 32 لكاس مصر، هذه المباراه المؤجله، الاهلي هيواجه الالومنيوم 19 يوليو على استاد القاهره. انا الحقيقه مش عارف كميه المباريات اللي هيلعبها النادي الاهلي حتى في وسط المباريات مباريات، وده اللي كنت بقوله لحضرتك، عشان كده كانت هناك محاولات جاده يعني انهم يشوفوا الراعي او الرعاه في مساله الكاس ربما لإلغائها يعني والاكتفاء بها، لكن لم يتسنى للسيد جمال علام والذين معه الانتهاء من القرار ده. فطبعا الحاج عامر حطها على الخريطه في الايام الثابته، ده بيقال كمان يا كابتن انها هتخلص السنه دي، يعني ده كده 32 بس بقينا 16، استنى بقى لما يلعبوك في شهر 9 او 10، فيا ترى بانهي قايمه فيهم ودواليك دواليك بقى في الحاجات دي، الحاجات اللي هي بقى لنا 100 سنه طبعًا شغالين عليها طبعًا مش عارفين نعمل ايه اكتر. لا يعني يا جماعه والله الواحد بينسى وهو بيتكلم. الحقيقه يعني اداره الاهلي النظام المعمول به ما شاء الله على الاقل الاهلي المعاصر اللي عشناه حتى الان مع كابتن حمود الخطيب، لولا هذه المؤسسيه وأن يقودها كمان أطقم العمل اللي هو الإدارات التنفيذية، لا كان كل يوم تلاقي حاجات غريبة بتحصل. صحيح، لا يمكن أبدا إلا أن يكون لديك جهاز صارم يا جماعة صارم. صحيح، برضو أنا لسه كنت هتكلم معاك عن بخصوص التحكيم يا أبو علي، التحكيم وله دور مهم جدا جدا، ومن المفترض أن احنا نرى التحكيم يكون هو العدالة ما بين او منفذ العداله ما بين الفريقين. هو الكابتن، فانت خلال الفتره السابقه بتجد ان هناك مجاملات بتحدث لبعض الانديه، احتواءات بتحدث لبعض الانديه، هفوات بتحدث ضد انديه وانديه اخرى لا، وبالتالي هنا عندنا مشكله كبيره جدا فيما هو قادم وفي التحكيم. المباريات اللي جايه مباريات صعبه لكل الفرق، انا هنا مش بتكلم على الاهلي بس، انا بتكلم على الاهلي وعلى ال 17 فريق الاخر. انت كابتن بتشوف المنافسين ليك خاصه المنافس دلوقتي الرئيسي ليك اللي بينافسك بيراميدز بيتجامل في اهداف غريبه جدا، يعني لحد دلوقتي مش عارف هدف سيراميكا مثلا اتلغى ليه، لحد دلوقتي مش عارف ضربات الجزاء تحسب لبيراميدز غريبه ليه، ماتش مودرن يعني خبر ابيض ماتش ابيض، لا ماتشات كتيره في نفس الوقت انت بتتظلم في ماتشات بالظبط. هنا السؤال يا كابتن، الاخطاء في كل الماتشات
يعني اغلب الماتشات فيها اخطاء. طب انا جايب خبير تحكيمي اجنبي يعمل ايه لما على طول في اخطاء، لما على طول في مشاكل، التحكيم ما اتطورش، ما طلعليش حكم جديد حتى يعني نقول ان ده نتاج شغل الراجل، او شفنا مثلا مجموعه حكام طلعوا جداد على الساحه نقول ان بريرا نجح ان هو يطلع لنا الحكام دي. فانا لما الاقي كم من الاخطاء لا حصر له، لما الاقي انديه كتيره جدا بتشتكي من التحكيم المصري، لما الاقي التحكيم الكيرف بتاعه عمال ينزل وكل مباراه من أسوأ لأسوأ، لما الاقي النادي الاهلي بيتظلم على طول الخط، ما بيتجاملش في مش ما بيتجاملش يعني ما الشك دايما بيبقى ضد النادي الاهلي مش في صالحه، لما الاقي حكام يعني بتتعمد في ماتشات النادي الاهلي ان هي تتغافل عن احتساب ركلات جزاء او تطبق القانون بشكل في ماتشات الاهلي وتطبقه بشكل اخر في ماتشات اخرى للمنافسين، لازم اعرف او اسال السؤال للناس اللي موجودين في اتحاد الكوره، ايه لازمه بريرا في قياده لجنه الحكام؟ ده يرد ما حدش هيرد، ايه الاضافه اللي عملها بريرا للجنه الحكام؟ فاتمنى ان الراجل يعني يبين لنا اماره في الفتره اللي جايه دي ويقول لنا يا جماعه انا اشتغلت شويه. قال الناس يعملوا لي فيديو لو انت فاكر، قال الحكام يعملوا لي فيديو ان انا بشتغل لبعض الحكام يعني. والله يعملوا لي فيديو ان انا بشتغل وان انا عملت معاكم شغل، فحكام يعني اتنين تلاته رفضوا يعني. انت عايز تقول حاجه؟ اقول لك الكوميديا العاليه، عينوا محمد معروف لماتش وهو بره البلد بيحكم ماتش. كان سبورتنج اعتقد والترسان. على فكره اللي ما بيتفرجش على ماتشات الدوره الرباعيه دي فايته كتير، ماتشات حلوه جدا. النهارده حرس الحدود كابتن هو بره لولا عرفه اول امبارح بالليل ان هو بره البلد، كان بره البلد وقت تعيينه. والماتش بتاع سبورتنج برده كان نادر قمر الدوري كان رايح، قالوا لا ارجع انت معلش عشان اتكلمنا مع امين عمر وبتاع بس راح وراح يعني حاجات بتحصل في التحكيم غريبه كابتن. فانا مش شايف يعني في لازمه ان انا بقى ادفع مبالغ كبيره وبالدولار واقبض الراجل ما دام الراجل ما بي كده كده الدنيا يعني. بس احنا مفيش تطور مفيش جديد، من الطبيعه تسعى للاحسن. احنا بندور على طب هو الراجل اللي قبليه يعني مشي ليه؟ لما نيجي نتكلم مثلا واشوف التطوير وبتاع، الراجل كان بيطور وماشي كويس ومشي ليه كلاتنبرج؟ فالسؤال بيطرح الراجل ده متمسكين بيه ليه؟ الراجل حاجات غريبه بتحصل ابو علي عشان كان بيطبق المنظومه، ما احنا عايزين حد يخلينا نسوق العجله زي غيرنا مش نخترع. الراجل كان بيطبق المنظومه بالزبط. زي اتحاد بلاده كل اسبوع بيقعدوا على الاخطاء وانت تكلموا عنها تكلموا عنها، واذا كان هناك ثمه اعتذار وحصل مع ليفربول ان طلع له اعتذار من لجنه الحكام في انجلترا، الراجل كان مطبق نفس المنظومه. صح، لا ما ينفعش معانا تشتغل صح بقى وتوجع دماغنا. واحنا فاضيين لك للصح، احنا عايزين نستعيش للاسف الشديد. احنا برضو خلي بال حضراتكم في اخطاء كتيره جدا بتحدث، حتى مثلا في موضوع الشيبي وحسين الشحات موضوع يعني في اخطاء كبيره جدا، ولكن يعني احنا لا نتكلم برضو عشان الناس اللي بتسال في هذا الامر، احنا لا نتكلم الا من خلال سياسه عامه للنادي الاهلي بيضعها اعلاميا، وبالتالي ممكن تلاقونا احنا هنا في القناه ملتزمين باتجاهات النادي وباتجاهات ما يحدث اللي هو ان يكون هناك شيء رسمي، ان يكون هناك شيء رسمي. فمعلش يا جماعه اعذرونا، احنا لو علينا عايزين نتكلم في الموضوع ده اكتر من كده بكتير، ولكن في النهايه انت لا يجب ان تتمسك دائما بسياسه النادي في كل الامور علشان الناس تبقى شايفه يعني اللي بيحصل. وناس كتيره بتسالني يعني انتوا ليه ما بتتكلموش على، بنتكلم ولكن في اطار الامور الرسميه. نطبق يعني السياسه التحريريه بتاعت النادي الاهلي بالظبط كده، لازم الناس تعرف الكلام ده. اي قناه تابعه للنادي بتطبق السياسه اللي ماشي عليها النادي، لانه هي بتتحرك بدماغك. أيوة، او هي جزء اداره من ادارات النادي. مش فكره تابعه للنادي وبس، لا، اللي هي ده النادي الاهلي لا يتحدث الا بما هو يستحق ان يلقي به للاعلام وبالتالي الجماهير. ممكن يكون النادي بيرتب حاجه، هناك اشياء هيطلع. أيوة، في وقت معين يقول حاجه مش بتاعتنا. انا اقصد ان ساعات مثلا النادي بيجي يقول لك والله في كذا. ما انا معاك، ما هو ده نفسه زي جورنان الحزب زي بالظبط. وده اللي انا بحاول يعني اوصله معاك للناس، انه ده ضمن المنظومه الحمراء وده اللي مخليها كده. الناس بتسالني يعني بتقول لي كذا، فانا بقول لهم يا جماعه انا الحقيقه دي انا عندي كلام كتير اقدر اقوله وعندي معلومات كتيره جدا، وحضرتك اكيد اكيد مليون في الميه كل واحد فينا عنده معلومات كتير. احنا بنقوله بقى في قناتنا براحتكم، انتوا حريكم الواحد يقوله في قناته، لكن انا بتكلم على قناه الاهلي مش بتكلم على قناه الشغل الرسمي ولا محمد ابو علي. لكن حاجات خاصه
كل عشان كده احنا دايما بحب انا اشرح للناس يعني. انا دايما وساعات برضو بيتقال لي يعني انا ما بحب اشرح للناس واحب اقول للناس يا جماعه احنا بنعمل كده ليه، ما بنتكلمش في المواضيع دي عشان هي مواضيع خاصه بالنادي. النادي قد يكون بيحضر حاجه وهيعلنها في وقت معين، فما ينفعش قناه النادي تطلع تتكلم فيها الا دليل ان حضرتك ضمن السياسه التحريريه. هيلاقوا يعني يا جماعه ما هم ده دي فرضيه الايمج ان انت مش هتنافس اي قنوات في الاخبار يعني. لا مش لا هتطلع تقول اخبار كلنا عندنا الاخبار. لا انت طالع عشان يقول لكم انتوا ما هو داخل النادي الاهلي والمتاح الذي يطمئنك. ده طبيعي جدا بالظبط يعني. كده ولكن صدقوني لما بيبقى في مشاكل ولا حاجه بنقول وبنقول او قد نلمح، ممكن ما بنكونش بنقول قوي لكن بنلمح، وده الطبيعي برضو في قنوات الفئويه قنوات الانديه. عايز اسال حضرتك برضو يا استاذ عصام قبل ما ننهي هذه الحلقه عن السوبر الافريقي، هل السوبر الافريقي هيتلعب في مصر؟ حتى الان الكاف حسب معلومه كده يعني من الاتحاد الافريقي ان الكاف يبحث عن تسويق. كاف عنده طبعا هو يهمه الفلوس ومركز والا لاطلق الصيحه، خاصه انه قدمنا ان استاد مصر اللي هو ضمن منظومه المدينه الرياضيه الاولمبيه في العاصمه الاداريه يستضيف المباراه يعني. حتى الان مش عايز يعلن حاجه الا لما يتاكد اذا كان في رعاه ولا ما فيش رعاه، لانه هي حصته فيها ممكن تتعدى يعني 3 مليون دولار حسب يعني اللي وصل لي المعلومه يعني. استاذ محمد برضو رايك في هذا الامر ايه؟ يعني هتلعب في مصر ولا؟ انا عارف ان في محاولات من الوزاره ومن اتحاد الكره ان يعني البطوله تقام في مصر هنا، خاصه ان هي بين ناديين مصريين الاهلي والزمالك، وان هي تقام على استاد مصر او استاد العاصمه الاداريه الجديده. لكن الموضوع زي ما استاذ عصام الكاف بيهدف للربح او بيهدف ان هو يحقق تارجت او مكسب كبير من البطوله، فهيبقى في منافسه في بعض الدول طالبه ان المباراه تقام على ارضها، فبيحاولوا يسوقوه. لكن لو الامور مشيت بالشكل اللي احنا شغالين عليه المباراه هنا في مصر، اتوقع ان المباراه ممكن تقام في مصر على استاد العاصمه ان شاء الله. نتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي خلال المرحله القادمه. وزي ما قلت لحضراتكم هل هنا نسبه بقى الحضور كالاهلي البطل المنظم حضور الجماهير؟ اعتقد 50-50. لا 50-50 لان برضه كويس ان حضرتك افتكرت يعني. لا قالوا لا سيبك من نسبه الجمهور الحقيقيه في الشارع المصري، لكن هم قالوا في الكاف انه اللائحه دي متحركه. يعني نسبه 90-10 المفروض 92-8 ماتش الاهلي. لا بنهزر طبعا يا جماعه. اتنين انت في يعني لا 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 لازم دايما. انما هم قالوا انه طالما انت في ملعب يضم فريقين اللائحه عندهم متحركه بس. صحيح. اذا يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي خلال المرحله القادمه. وزي ما قلت لحضراتكم دائما يظل النادي الاهلي هو الحاجه الوحيده اللي بتبسطنا. يوم الجمعه كلنا هنقعد نتفرج على مباراه النادي الاهلي ونشوف النادي الاهلي هيعمل ايه ويكسب ان شاء الله ربنا يكرمنا. وبعد كده تحس يا كابتن الاهلي ما بيلعبش، عارف في حاجه ناقصه، في حاجه ناقصه تحس حاجه حتى ما الجمهور فعلا الجمهور فعلا كلنا طبعا، بس الجمهور بيفاجئنا بالحكايه دي. يقول لك ايه يا جماعه لا لازم الاهلي يا عم الاهلي المنتخب ما يلعب الاهلي هيرجع. يقول لك لا ازاي يعني يا عم المنتخب بيلعب منه 10 اهلي. لا بس برضه احنا عايزين الاهلي. عموما نتمنى رب كل التوفيق. انا بشكرك جدا يا استاذ عصام على وجودك معانا، وكل سنه وحضرتك طيب ان شاء الله لنادينا، وكل سنه يا رب والاهلي بخير وكل الدنيا من ارض مصر بخير ومن قناه النادي الاهلي. كل سنه طيب يا ابو علي وان شاء الله نشوفكم بعد العيد على خير ان شاء الله. خليك كل سنه وكل بلدنا مصر ام الدنيا في خير وسعاده وامن وامان، وربنا يديم علينا نعمه الوطن والاستقرار. الحمد لله. انا بشكر حضراتكم. كانت هذه حلقه نهايه الاسبوع. زي ما حضراتكم عارفين الاسبوع اللي جاي بالكامل هيكون اجازه عيد الاضحى المبارك. كل سنه وحضراتكم طيبين، كل سنه وكل اهل مصر بخير، ويا رب دايما نبقى دايما مبسوطين وسعداء بوجودنا في هذا البلد الكبير وهذا البلد الرائع بلدنا مصر. كل سنه وحضراتكم طيبين. قلت لحضراتكم انه ان شاء الله الاسبوع اللي جاي اجازه، الاسبوع اللي بعده او مع بدايه الاسبوع اللي بعده كل الامور تعود الى مجاريها. اخر حاجه برضو عايز اقولها ألف ألف مبروك لنجم كرة القدم في النادي الأهلي كابتن محمد هاني زواجه. كان من المفترض أن احنا كلنا نبقى متواجدين في الزواج النهاردة، ولكن بسبب وجودنا طبعا على شاشة القناة يعني الأهلي وعلى طبعاً الهواء مباشرة إن شاء الله بالرفاء والبنين للنجم الكبير محمد هاني. محمد هاني من اللعيبة اللي اتظلمت أو بتتظلم كتير جدا، ربنا يكرمه وتبقى دايما وش السعد عليه خلال المرحلة القادمة. مرحلة مهمة جدا جدا في حياة أي واحد في الدنيا بيتجوز، بتبقى مرحلة جديدة ليه. ألف ألف مبروك لمحمد هاني، واحد من كباتن النادي الأهلي اللي يستحق كل التحية وكل التقدير.
انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وكل سنه وحضراتكم دايما بخير. اشوفكم على خير ان شاء الله بعد عيد الاضحى المبارك.